محمد محمد انا مش بالغلط هناك عشان ابقى اتكلم. تفضل. تفضل دكتور ياسين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ومساء الخير للجميع. مبادرة الباحثين السودانيين كما عودتكم دائما إن تنقب في تنقب عن العلماء وتنقب عن العلوم والبحث العلمي. عندنا يا جماعة زي ما ذكرت دائما عندنا يعني برامج كثيرة مصاحبة في مبادرة الباحثين السودانيين. على سبيل المثال عندنا المنتدى الاقتصادي بضم علماء كبار في مجال الاقتصاد والمال، فأي زول يعني عنده الرغبة في الاقتصاد أو عنده بحث في الاقتصاد يمشي يتابع المنتدى. المنتدى عنده فعاليات شبه يومية وما شاء الله تبارك الله أكثر من عام المنتدى ده بقى حاجة ضخمة جدا جدا يعني. برضو يا جماعة عندنا البرنامج بتاع ونسة على دروب النجاح. الغرض يا جماعة بتاع البرنامج بتاع ونسة على دروب النجاح اللي هو نحن يعني نجيب لكم العلماء ونخوض في السير بتاعتهم عشان نحن نستفيد منهم، يعني عشان نستفيد منهم نستلهم من العبر ومن الدروس ومن انه وصلوا المكانة اللي وصلوها دي كيف، بالذات للناس الشباب. يعني الناس هسه اللي بيبحثوا عن الواحد انه يمشي لقدام، يمشي يدرس في جامعة او يختار تخصص وكده، فنحن بنجيب العلماء ديل عشان انه يدوكم تجاربهم يعني. فلما تجي تسمع لك قصة بتاعت واحد من العلماء ديل والمنفتخر بهم دايما، يعني انت كانك بتقرا كتاب مفتوح بيوريك انه والله يا اخي الاسرار الاسرار التخصص شنو. لو انت مثلا عايز تدرس طب او هندسه او زراعه او 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 وبتشوف انه والله يا اخي الناس ديل من السودان رغم المحن ورغم الاحن انه الناس ديل نجحوا وانه الناس ديل ما شاء الله تبارك الله وصلوا مراتب عليا. طيب نحن اللي بيمنعنا شنو؟ بيمنعنا شنو؟ انه والله نفجر الطاقات دي ونستفيد منها. الليله يا جماعه حيكون ضيف جميل معانا في ونس على دروب النجاح، بروف نادر ابو زيد. وبروف نادر ابو زيد هو بروف مشارك واستشاري اول في مجال الاحياء الدقيقه، خريج المعهد السويدي وعضو الجمعيه الامريكيه للاحياء الدقيقه الطبيه، ومدير اداره بناء القدرات والمؤتمرات لعماده البحث العلمي جامعه ام درمان الإسلامية. مرحبا بك يا دكتور، ونحتذر إنه جبناك يعني في شورت نوتيس، ويعني مع إنك أنت الليلة كنت شغال من الصباح وزحمة وكده يعني، فتفضل يا بروف. الله يكرمك يا أخ، نحن سعيدين. قال يعني الإخوة القائمين على الباحثين السودانيين بما فيهم أنور وأنت وكل الشباب المتطوع، أقول لهم كما قال الشاعر: أنتم من أكرم البرية عندي، فمن الحق أن أجل الكرامة. فحقيقة أي إنسان يعني يعمل في العمل الطوعي الإنسان ينشرح به، يعني ربما يعني دكتور ياسين أنور ما التقينا بكم إلا عبر الأسير، لكن والله سعدنا بكم وبلقائكم وبنشاطاتكم، يعني فدوما نحب نمد يد العون لكم والله. نعم، وطبعا يا جماعة بروف نادر أبو زيد يعني ما غريب على منتدى على مبادرة الباحثين السودانيين، يعني عنده مشاركات جمة ومشاركات عديدة يعني. فنحن الليلة إن شاء الله يعني حنرجعك لورا شوية يا بروف، وتورينا يعني الميلاد والنشأة. تمام، ان شاء الله انا محضر لي بعض السلايد، اتمنى ان شاء الله ما تكون مطيره. هي عباره عن تعابير عن ممثله للصور والذكريات القديمه، على اساس انه من خلالها نحكي السرد التاريخي المطلوب على كل زول ضيف عندهم ان شاء الله. إن شاء الله. ممكن اعمل الشير. نعم. إذا ظهر يا لسه، لكن حيظهر شوية.
جيد. حبيبنا ظهر دكتور نادر، منور والله. الشاشة كده. ايوه الله كده يكرمك تمام، يا كده الشهر ظهرت. الشاشة ظهرت. نعم كده ظهرت يا الله بروف، يكرمكم يا اتفضل. الله يكرم الله يكرمك يا طبعا أول صورة ده أنا في العربية، شايفينه العربية دي صورها لنا خالنا العزيز ونحن صغار. حقيقة أنا استعنت بهم امبارح على أساس إنه يديني الحاجات الأولية لموضوع النشأة. في الحقيقة الصورة دي بتلم كل أبناء أخواتي وأخواني وأولاد خيلاني وأولاد خالاتي، لأنه كلنا أسرة مترابطة مع بعض، يعني بيناتنا المحبة ويعني صلة الأرحام والتربية التي قمنا عليها. نعم في الحقيقة أنا من مواليد أم درمان اللي هو حاليا تسمى محلية كرري، مولود في الثورة الحارة السادسة. ده بالنسبة لي أنا مولود 28 أكتوبر 1972، يعني دي الميلاد بتاعي. كما وجدت في كراسة الوالدة، مولود ليلا وفي مستشفى الدايان. دي المعلومة طبعا، يعني الوالدة ما شاء الله حاجة أتكلم عنها برضو وعن أصولنا وحاجاتنا وكذا. طب نعم ده الوالد موسى خليل أبو زيد أحمد الأسهري. والدي موسى خليل أبو زيد أحمد الأسهري. والدي من مواليد 28، وهو من خريج كلية غردون، وعاصر اللي هي الفترة بتاعت الإنجليز، حتى الدراسات بتاعتهم كانت يدرسوا باللغة الإنجليزية، حتى الدراسات من درسوا الزعيم الراحل أسهري مادة الرياضيات، وبروفيسور عبد الله الطيب درسوا اللغة العربية، ومجموعة من الكوكبة في عهد الاستغلال تتلمذ على يديهم، وهم أول من الناس طالبوا به إدخال الدراسات الإسلامية، وهو كان عضو فاعل في نادي الخريجين اللي هو في أمدرمان. والدنا مولود في حي الشهداء أمدرمان، يعني دي أصولنا أساساً. أن إحنا والدنا مولود في حي الشهداء أمدرمان، وجدي خليل مولود في حي الشهداء أمدرمان، لكن جدي أبو زيد أتى في عهد المهدية من منطقة أسيوط، من قرية تسمى قرية موشة، يعني يقال في الأصل جذورنا مصرية، لكن حبوباتنا اللي هو جدنا أبو زيد أحمد الأزهري جاء اللي هي حوشنا كبير في الشهداء، ما زال في جدنا زي ما أتعرض حس في الصور جدودنا اللي هو أعمام الوالد اللي هو أبناء أبو زيد أحمد الأزهري، أساسا من أسيوط من قرية اللي هم صعايدة من منطقة موشة، وجاء تبع الهجرة بتاعت العلم بتاع الأزهر الشريف، وأتوا إلى السودان. فلما أتى إلى السودان تزوج من سودانيات، وكون فروعنا من ناحية الوالد. الوالد طبعا أكمل تعليمه في جامعة القاهرة، ودرس آداب وصحافة وإعلام، وكان هو من رواد الكتابة الصحف في جريدة الأيام، يعني كان صحفي، واشتغل في مرحلة في التدريس في الثانويات المدارس، ثم التحق أخيرا لغاية ما ختم معاشه رحمه الله. الوالد حسن متوفي من بداية التسعينات، كان صحفي ثم كاتب ثم أديب، وفي نفس الوقت الوالد أيضا كان. أما بالنسبة لجهة الوالدة،
والدتي أيضا من مواليد أم درمان، نعمات عبد الفتاح يوسف غندور، وهي نزلت الآن معاش موجهة للغة الإنجليزية، وتدرست في المدارس نظام الإرساليات في السابق، وهي تنحدر من أسرة عريقة من آل إلا أعمام الوالد رحمهم الله جميعا، أعمام الوالد بالنسبة لجدنا بزيت الأتى من مصر. هذا هو جدي حاج خليل، معظمهم حاج خليل، تقريبا هو نمرة ثلاثة في أخوانه. عندنا حسن جدا، واحد من جدود أبوي اللي هي أعمام أبوي واللي هو جدي. حسن ده كان محافظ في بور السودان، بحكم إنه ما عندهم ناس في الأقاليم كلهم في العاصمة في منطقة الشهداء، كان بترابط بيناتهم شديد جدا، يعني كان ترابط ومحنة ونظام، أي قرار بيتخذ أو كذا لابد يجتمعوا، وكانوا فيه يعني، مع إنه يعني جدا ده باعتباره إنه هو وصوله مصرية، لكن هم متأقلمين بالعادات السودانية والكرم زي ما يقول لك حاج خليل. جد خليل ده أنا حقيقة ما رأيته، توفى وأنا يعني رآني هو في أنا في الأربعين، وسافر إلى الحج وتوفي في الحج ودفن في البقيع رحمه الله. فجدا حسن ده كان محافظ اللي هي بورسودان. عندنا واحد اسمه محمد أحمد بزيت، هم عبارة عن 12 أخ و12 أو 11 أخت. فال 12 اخ ديل منهم في محمد احمد بزيت، واحد من الحفظه كتاب الله، كان مقرئ مشهور في الاذاعه السودانيه. ايضا عندنا جدنا يوسف يعقوب، ايضا شيخ كان يدرس في بيت المهديه اللغه العربيه ومشهور، وللان في ودن باي معروف رجل بصوته. عندنا الرجع الى مصر اللي هو جدنا صالح اللي قاعد في الكرسي ده، وده معه أصغر واحد من أعمامي اللي هو عبد المجيد. عبد المجيد ده الوحيد من أعمامي الآن الحي على قيد الحياة، وهو أصغر أعمامي. أما ده عمه اللي هو جدنا صالح، ده رجع مصر واستقر وعمل فروع كبيرة جدا جدا. وده خالي كان في زيارة لجدنا صالح ده مع صديق المجيد عبد الوهاب، من أعز خيلاننا وده من أعز أعمامنا، وده ابن جدنا صالح ده تزوج وعنده فروع كبيرة جدا، عنده سيد وعنده غيره. ليه؟ من أفراد الأسرة بتاعتي عندي ثلاثة أخوان، عندي ماهر وعندي ياسر وعندي زاهر. زاهر ده أستاذ دكتور بتاع لغة إنجليزية الآن حاليا في جامعة نجران، وكان قبل فترة الإجازة. ديل كلهم في لمة أبناء العمومة، ده عمي أحمد وده أخوي ماهر، وهنا ياسر، وياسر ده توفى جانب شركة الهدف، وياسر ده كان مهندس تبع النسيج السوداني توفى رحمه الله. ده جدي أبو أمي عبد الفتاح يوسف غندور. عبد الفتاح يوسف غندور هذا أمه رابطانا بكمية كبيرة جدا من عوائل أم درمان المشهورة، يعني عندنا جدنا عبد الفتاح أمه والدته طوالي عبد الفتاح يوسف غندور، ده والد الوالدة أمه اسمها عزيز البوصي، وأمها عيشة أحمد حسن. عيشة أحمد حسن دي اللي هي المعروف، الرجل المعروف بأمير الإحسان والبر، اسمه عبد المنعم محمد العام المصحات خيرية،
حبوبتي أم جدي اللي هي عبارة عن مع كمية كبيرة جدا من عوائل أم دروب. نعتذر يا جماعة، عادات وتقاليد النت. نعم النت في السودان. فكان سيرة جميلة والله صراحة، يعني سيرة جميلة، و يعني استمتعنا بالسرد، وما شاء الله يعني السرد كان جميل. اي بعدين ناس من درمان ديل طبعا مترابطين جدا الاسر، فالواحد يعني سيرته وسيرة اسرته هو سيرته ذاتها حاجه جميله جدا. نعم رجع الاتصال دكتور نادر. رجع. أيوة جميل. قول له يا دكتور لو فاتح الإرسال في الواتساب يكفي. يا دكتور أحمد بيقول لك اقفل الواتساب، ناس السودان. في الديسكتوب. أوكي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قفلت الواتساب اظن، مشغله في الديسكتوب قفلته عشان ما ينشط. تمام. طب دي عندي اللي هي الفاميلي بتاعت الوالدة، عندي 3 خيلان، وعندي ايضا توفى منهم 2، خان عبد المنعم يوسف غندور كان مدير فرع بنك، وعندي خان عبد الوهاب أصغر واحد هو الوحيد الحي، وزي ما بيقولوا نشأنا مش خاننا بس هو كصديق وأخ وكل المعاني، وتعلمنا منه أشياء كثيرة جدا، وما زال هو اللي بيمدنا له معنى كبير جدا في حياتنا. أخوات الوالدة كلهم برا ما عدا الوالدة، موجودة هنا في السودان، عندنا واحدة في لندن، وعندنا 3 خالات مقيمات في كندا. ده خالنا الكبير اللي هو عبد المنعم يوسف غندور، توفي رحمه الله، كان كبير العائلة بعد جدنا، هو تمسك المسؤولية للأسرة. من أشهر الناس عندنا في أسرتنا، أول الدفعة كان وأول زول ومؤثر معروف سياسي معروف، وهو من الاتحاد الديمقراطي، اللي هو مزمل سليمان غندور، وتوفي رحمه الله خلال هذا العام. لناس الوالد بقلين في الحزب عمون، وكان هو ممثل وزي القائد بالنسبة للأسرة، لو في أي إنسان عنده مناسبة أو غيره أو كده، بعدين وضع أشياء كويسة جدا بالنسبة للعائلة، فكان رمزية بالنسبة لنا لأي شخص أو أي أمر بيقوم. وعلى ضوء نشأت علاقة كبيرة جدا في الأسرة بصورة أنا خلفه طوالي قبل ما يتوفى رحمه الله. عندنا اجتماع سنوي شبه سنوي في حي أم درمان البسطة بيت أخوه سليمان غندور، يعني وضعوا لوائح القنادير لأنهم برضو في الأصل عبابدة، ومناطقهم منطقة أسوان وكومنبو دراو ومنيحة، فخدت قواعد للعائلة إنه لو واحد من القناديل تزوج من القناديل لابد أن المهر يقوم 100 جنيه، كذا كذا شروط حتى تقلل التكلفة العامة للمجتمع. فعندنا اجتماع شبه سنوي كل عيد رابع يوم في الأضحى، بيتلموا كل القناديل، قناديل بحري وقناديل من درمان، لتكريم أبناء الناجحين، وبيكون في تبرعات بسيطة أيضا لعملية الأسر المتعففة في العائلة والجديد في الأسرة وتهنئتها وكذا. فده أفتكر مهم جدا وخلق فينا نوع من الترابط لمعرفة الأهل، لأنه الفروع كثيرة بالنسبة للصيدليين. نعم خميتكم شوية في العائلة لا بالعكس، ورابطها بالعكس يا الكبير، دكتور، انا لكن يعني قلنا يعني عشان نربط الشغلانية. لا بالعكس، يعني انا مستمتع جدا جدا، واكيد احمد طبعا بيكون احمد لانه شغال في النمط، بيشوف الناس احنا الضيوف اللي بنجيبهم،
وبيعمل ليهم يعني عنده دراسة معينة بيشوف إنه النمط يعني نمط الناجحين ديل بيوديه لوين يعني، فشغال في الله دراسة كبيرة جدا. فأنا الله شخصيا مستمتع جدا وصراحة يعني أم درمان وحكاوي أم درمان وناس أم درمان يعني عندهم حكاوي خاصة وعندهم حاجات جميلة يعني، ناسي مثلا زي الترابط الأسري والغنادير زي ما أنت تفضلت إنهم بيجتمعوا سنويا، ويعني دي حاجات جميلة جدا وحاجات يعني ما بتلقاها بسهولة يعني. فصراحة أحييكم يعني وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية ودائما تكونوا مترابطين. بنفس الفكرة دي يا ياسين، يعني بعد وفاة الوالد رحمه الله ثم مرحلة برضو، يعني طب وسائل التكنولوجيا اتطورت، عملت جروب لعائلة الوالد وبنينا نلملم الأطراف عشان نرجع نفس الجأش بتاع جدودنا السابق. فبقولوا زي دارين نرجع بشخصية جدا الكبير، فبقول لك نادر ده فيه شبه لجده، بيحب يلم الناس ويلم الأسر ويلم الترابط في صلة الأرحام والأشياء بالشكل ده، لأنه كانوا جدودنا يعني ما يحكي لنا والدنا رحمه الله يعني كان قمة الترابط والتواصل بيننا. طب نعم نجي للمراحل الدراسية اللي هي طبعا احنا عاصرنا ياسين الروضة، يعني الروضة دي خشينا كم حتة بحكم الوالدة أستاذة عبد الفتاح عماد غندور، دخلنا روضات كثيرة يعني. مرة دخلت روضة كان في العاشر، ومرة دخلت روضة الحقيقة بعد الساتة طبعا انتقلنا إلى الوالد يشترى بيت في اللي هي مدينة الرياض أو حي الرياض، يعني مرة عشان نفرق بينه وبين الرياض الخرطوم بنقول مدينة الرياض الثورة. فمدينة الرياض الثورة معظمها هم كانوا ناس أساسا موظفين حكومة في السابق، عايشين يعني في المناطق المختلفة في دواوين الحكومة المختلفة، ثم بعد ذاك انتقلوا إلى الرياض. ثم بعد ذاك طبعا كما زي ما عارف اللي بيحصل اللي هي دخلوا علينا كمية كبيرة جدا من الأسر، يعني الرياض هي منطقة صغيرة شارع الوادي بتفتح مطلة على مدينة النيل، وعلى اليسار منها التامنة. زمان كان في شهادة البحث تعتبر هي امتداد لبيت التامنة. الرياض دي قضعنا فيها اللي هي مراحل الطفولة أو مرحلة الابتدائي. الرياض حسي تقريبا فيها يعني أولادي بيقروا في يعني تقريبا تعتبر من أحسن المدارس في كرري حاليا، اللي هي عندنا مدرسة الرياض النموذجية بنين وبنات، كانت البداية مختلطة ثم تحولت إلى فصلات بنات وأولاد، ثم مدرسة الدقيرة الثانوية بالحالين. نعم نحن ما كان في مدارس في الوقت نشأنا وقت الوالد، ناس الوالد بحكم عامل السن وكده كانوا أيضا مرتبطين كبير جدا ب يعني إذا كانت الآن المسمى اللجنة الإدارية بالمسمى الحديث، كانوا زمان هم الكبار الحي ماسكين اللي هو التعاون زي المسمى الحصري الرجع الان سلعتي والبرامج، ده كان ماسكينه ابهاتنا، لانه ابوي اخر مراحل لغايه ما نزل معاش اشتغل في وزاره التجاره والتموين. فقرينا الابتدائي في المرحله السادسه 6 سنوات، ويعني كانت زي ما بيقولوا يعني فريقنا بنمشي بالرجلين بنرجع بالرجلين، لا زي اولادنا حسي لا في ترحيل لا في ركشه لا كذا. فقرينا فيها أيام جميلة لأنه معظم حبوبتنا ومولدتنا كان بيتها في الساتة، فكان مصدر حنان لنا إنه من مراحل البداية تحت الساتة. بعد السادسة قرينا السادسة، يعني كان في من أكثر الناس اللي أثروا فينا أستاذ بتاع رياضيات واللغة العربية اسمه أحمد السائر، من الناس اللي كان بيهتموا بالطالب والاهتمام به وكده. وانا من النوع اللي كنت شويه ياسين بخاف من الصوت نهائي، يعني الصوت ده اصلا ما بدور اصلا، احب الجلد يعني، انا لما يجلدونا جلد عام بكون متحمر وبكون حردان، والمدرسه ذاتها ما دار امشي حقيقه يعني. وبحكم انه والدتي استاذه وجبدت كمان اخواني واخواتي كلهم اساتذه، يعني كلنا في السلك بتاع التدريس، اختي موجهه بتاعت لغه انجليزيه، واخوي قلت لك الان دور في جامعه نجران برضو أستاذ. فكان أكثر ما يغضبني أو يعني موضوع الجلد ده بعتبره نوع من الإهانة، يعني ما كنت أريد نهائي
انه احس انه انا اهمل في صبر. فبحمد الله يعني طيله المراحل بتاعه الابتدائي يعني بفضل الله عز وجل في تدرجي من اولى لغايه اللي هي المرحله بتاعت سادس ابتدائي، عاده ما كنت بطلع من 10 الاوائل في المدرسه. وكانت من الحاجات المميزه بالنسبه لنا انه عندنا نظام اعمامك او خيلانك لما تيجي واحد من 10 الاوائل كان نظام انه لما يجوك زياره في البيت بيعملوا لك تحفيز، يعني تحفيز يدوك بنقول على نحن بنقول على نحن فكوك او بنقول على كشكوش. فكان خلالنا طوالي يتسمون بشنو يعني بالتشجيع والتعديل للحاجه دي. بعد المرحله بتاعت الابتدائي انتقلنا الى المرحله المتوسطه. المرحله المتوسطه دي اللي هي ما كان في مدرسه، كانت مدرسه من المدارس المميزه والان تحولت الى الثانوي، اللي هي مدرسه بكار. مدرسه بكار على واحد من ناس بروف اسمه بكار، اسره كبيره مشهوره في من ناس بروف، وسميت المدرسه دي علينا على المرحوم بكار. فدرسنا فيها، فكان عندنا الله يطرب الخير حي لحد الان حاج خدر معانا كميه من الجروب من الزملاء. فكان طوالي بيرحلونا معاهم الى بكار المتوسطه لانه كانت بعيده الا تركب ليها اللي هي في شارع النص. وهنا حقيقه ابتدت النشاط بتاع الجمعيات الادبيه، وكان يعني هناك احيانا بيشارك بالمقالات، بنعمل الجرايد الحائطيه دي وبنخش في مسابقات، واحيانا ندخل في بعض البرامج بتاعه التمثيل. فكانت المدرسه يعني ممتلئه بكل المقومات الادبيه. والوالد يعني كان اساسا درس اداب لغه، فممكن نقول يعني ابتدت شويه شويه يعني نحرر القلم ونبتدي يعني نكتب هنيهات شيئا فشيئا، ليس بالشعر الفصيح لكن ابتدت يعني كنا بنكتب ومرات ما نهتم بنجدع. لكن الوالد كان بيشجعني بيقول لي يا اخي انت عندك القدره في عمليه شنو؟ في عمليه انك تعبر مع اللغه والاشياء زي دي، انت يعني شيئا فشيئا تتحسن. بعد ذاك انتقلنا الى من هنا من المرحله بتاعت المتوسطه انتقلنا الى الاهليه الثانويه. الاهليه الثانويه العليا كانت مقسومه الى اهليه شمال واهليه جنوب. الاهليه دي طبعا في الفتره دي كانت يعني في العهد بتاع اظنه نهايات نميري، نحن في الوقت ذاك كان في نشاطات سياسيه كبيره جدا، وكان من الاشياء اللي كانت حره اللي هي النشاطات بالنسبه لنا للاركان النقاش. فكنت من سنه اولى تلقى اركان النقاش، التيارات الاسلاميه والتيارات الاخرى، وكمان في ايضا التدريب العسكري والكذا والكذا. فانا حقيقه كنت اهتماماتي شيئا فشيئا يعني شبه اكاديمي. حقيقه من الممارسات الرياضيه في مرحله الثانوي كنت دائما امارس لعبه واللي هي لعبه الكونفو. يعني ما كنت احب الكوره، في الكوره يعني كنا بنلعب في الحله ومربعات مع اولاد الحله وكلام بالشكل ده، ما عندنا الميادين الخماسيه والاشياء بالشكل ده. لكن في المرحله بتاعت دي انا كنت ارغب كبير جدا يعني متاثر بجاكي مش جاكي شان وبروسلي، وكنت دائما اخد في الدولاب بتاعي الصوره بتاعته وانا متخيل نفسي انه انا اطلع بطل في الكاراتيه. فكان بيجينا عندنا جات لعبه، كان في مدرب زائري جاء لنادي العمال، فكنت احيانا في الاجازات امارس هذه الرياضه، يعني اخذت فيها حزام احمر 1 واحمر 2 وكده. وما كان يعني باللغه انه عندي نشاط، نحن البيئه البيت طبعا بالحكم البيئه العامه هي متدينه وكذا، وابونا اساسا خد فينا يعني من البدء، يعني لانه هو في مصر عاصر اثنين، عاصر اللي هو عبد الخالق في مصر كان طالب معاه عبد الخالق محجوب،
وكان عاصر ايضا رحمه الله ثاني اللي هو بتاع الاخوان المسلمين ده، توفى برضه السنه اللي فاتت، عصام عبد الماجد. فابى ان يكون اخو مسلم وابى ان يكون شنو؟ ان يكون شيوعيا. فالقاعده العامه انه يعني الفكره السائده إن انك ما تتحزب، انه ما يكون في عندك فكره بتاع التحزب او التاقلم، وتتعاون على البر والتقوى حيثما كان يعني. نعم. في المرحله بتاعت الثانوي اللي هي برضو ما شاء الله يعني انا من ثانيه ثانوي لغايه ثالثه تقريبا كنت اول الفصل من ثانيه لثالثه ثانوي. والناس يعني كلها خدت امال عريضه عليه في العائله، بس مرات يعني سبحان الله تحصل امور، تغير المود، تغير البيهيفيا، ممكن تعمل ديبريشن من غير ما يشعر، هذه من الاشياء المغلوطه عندنا وتؤثر على بعض التاثير او في سبب اختيارك. فانا كنت ارغب حقيقه من مميز جدا في ماده الرياضيات، درسنا كان عبد الكريم عباس انه مذكر مشهور، ودرس اخواني واخواني كلهم اخواتنا، وهو كان مؤسس مدرسة الدير. فكان إحنا من الهواية بتاعتنا في مرحلة الثانوي يعني لما نجي حس يقول لأولادي فهس تلعبوا الجيمز والبلاي ستيشن وحاجات دي، يتخيل إحنا كنا يا دكتور ياسين نتبادل مسائل الرياضيات، وما زلت إنه أنا غاوي يعني، حس أنا الآن أولادي أكواد إنه مرات أدرسهم بنفسي يعني أي مسألة في المثلثات أو المطابقات كنا بنتبارى يعني. كان زمان في اللي هم ناس الرياضيات، انا في سنه ثانيه كنا بنقوم نتبادل يعني، واحد يزنق زيد. بعدين عندي رفقاء دربي ما فارقوني للجامعه اللي هم التيمان صلاح وعلاء، اثنين تيمان شباب متدينين خالص ما شاء الله تبارك الله، وناس يعني اقول لك مميزين في اللغه العربيه، حتى كان في الكلام العادي يعني ينتقدوك اذا انت اخطات من ناحيه اللغه. فوسط بيخليك انك انت اما ان تكون او لا تكون، فكنا المحركات. فلما جينا سنه ثالثه الوالده حكمت علي انه هي كانت رغبتها انه تمشي تقرا طب، وهنص عايض رفضوا على انه تقرا، فانه انا لابد احقق لها المجال حقها. نعم. فيا امي يا امي لا لا والله اذا رحت تقرا طب تقرا طب وما اعرف شو. في النهاية مشيت مجال الأحياء. ففي أثناء مجال الأحياء قدر الله يعني جاء يعني كانت صدمة علينا إنه في فترة قبل امتحان الشهادة بيوم أو يومين الوالد رحمه الله زي حصل له جرح في السكر مع التنافيس، وأنا كنت ملازم في الفترة دي في المستشفى باعتبار إنه زول الواعي أو الكبير في البيت. وقدر الله ما شاء فعل، حصل له تنافيس للسكري، وقرر انه يفتح له رجله على اساس انه قال اذا كان حصل فيه اي بعض بتاع جانجرينا او كده يقوم شنو استعصي له رجله. كان موضوع يعني لو اخذت في نفسي كبير جدا ضاع المجال، موضوع مرض الوالد، ويعني كان هزه نفسيه كبيره جدا، وكنت ملازم في المستشفى. وجاءت امتحان الشهاده، الوالد توفى تقريبا قبل يوم او يومين من امتحانات الشهاده الثانويه. نعم. وطبعا كانت شوك وتاثير في الاداء علي كبير جدا. نعم. فقدر الله يعني الناس كانت متوقعه انه نادر موسى ده على الاقل يمشي جامعه الخرطوم كليه الطب كما متوقع لهم. فحقيقة هنا الأمر بقى بالنسبة لي ما الانترست بتاعي بقى ما زي أول. فسبحان الله امتحنت ومشيت اللي هي كلية العلوم جامعة الرحمن الإسلامية. طيب يا دكتور بس معلش اسمح لي، اسمح لي اقاطعك. السرد الجميل ده وما شاء الله يعني ما يعني ما هاين عليه اقاطعك يعني، لكن قبل ما نمشي للمرحله الجامعيه اللي هو بيكونوا فيها اساتذه اثروا في يعني انا من السرد بتاعك عرفت انه الوالد رحمه الله عليه اثر عليك في الحته بتاعت اللغه العربيه يعني، ودي ظاهره على يعني طريقه الاداء بتاعك وكده يعني، وكمان اصحابك اللي كانوا بيجيدوا اللغه العربيه وكده يعني.
فالحاجة دي أثرت عليك يعني تمام. الأساتذة في الوقت ذاك يا دكتور ظنون والله أثر عليك؟ نعم من الأساتذة اللي أثروا علينا كان في أستاذ مشهور كان بيدرسنا كذا مادة وبيكاد يكون اسمه أستاذ كامل عمر البلام، هو خريج كلية العلوم جامعة الخرطوم، فكان بيشجعنا. ولما يلقاك أنت طالب مميز يعني هو ميزته إنه أستاذ بتاع علوم ما متخصص في مادة معينة، كان بيدرس كيمياء، بيدرس فيزياء، بيدرس رياضيات بالإضافة لللانجوج، فكان أحيانا يقول لي يا أخي جيب مواضيع طبيك، أكتب لي مواضيع بتاعت كومبوزيشن عن كده. طبعا بحكم إنه أخوي وناس البيت اللانجوج كان لها تأثير علينا يعني الحمد لله، يعني دائما بيقول لك يعني دائما الناس بتلاقي يقول لك ناس الإسلامي ده لغتهم تعبان، هي طبعا الشغل اجتهاد فردي ومزيد من البيئة بتأثر عليك. فبحمد الله يعني أنا خالي في الثانوي عبد الوهاب وخالي عبد المجيد ديل ودوني والبريتش كونسل، تخيل انا من مرحله الثانوي كنت مشترك في البريتش كونسل، دي كانت فاتت علي انه اذكر السرد بتاعها. فكنت مشترك في البريتش كونسل اللي هي الدار السودانيه للكتب الشارع بتاع المركز الثقافي البريطاني، فعمل لي كارد، فكان نظام جدا جميل جدا. طبعا في حتات كده انا ذاتي يعني بدون التذكير والترتيب، ايضا جيلنا ده اصحاب التيمان ديل كنا من هواه كابتن ماجد، وكنا بنقرا سمير، وفي مجله كان بتطلع كل شهر سبوتنيك، هي باللغه الانجليزيه، كان بتوجد في بعض المكاتب مرات احنا نقوم يحصل فيها تبادل بيناتنا، ايضا المغامرين الخمسه، الشياطين ال 13، دي اللي احنا من كل الهوايات. يعني انا حسيت بلاحظ انه ابنائنا الان ما زينا يعني ما كان بيطلعوا، احنا كنا بنطلع بنمشي نتبادل منو قرا العدد ده ومنو الفات ده، يعني كان في نوع من الكومبيتيشن بيناتنا. يعني لما انت تلقى في نسخه من المغامرين الخمسه تختخ او لوزه او غيره من جيل السبعينات العاصر والكلام ده، ايضا عم التانجو برضو ما كنا بنفوتها، مجلة السمير، بعض الروايات. بعدين أيضا يعني أنا شخصيا قبل ما امتحن الشهادة كنت ختمت ريدر 7، نظام الريدر اللي هم قروا أبهاتنا، أبوي كان وصاني عليه بالرغم إنه يعني حاليا الآن من ناحية الكوميونيكيشن بتاعت اللانجويج لغة الريدر بقت بعيدة لأنه بتحكي عن هيستوري، لكن من ضمن الاشياء انا كنت بمشي البوسطه وابوي احيانا بيجيب لي بعض الكتب، عنده مكتبه يعني متوارثين منا الا بعض منا سبحان الله ضربت الارض من كتب من ادب من تفسير، فكنت بقرا الريدر. يعني انا اخر كتاب قريته ريدر 7 يعني، فانا بشعر الان يعني مره شايف قبل ايام في واحد بيتكلم عن الجيل والجيل القديم والجيل الحديث وانه الجيل ما يتقارن، صحيح ما يتقارن، لكن نحن أمة كانت تقرأ، يعني جيلنا كان بيحب الاطلاع، ما عندنا وسائل نت، ما عندنا كوميونيكيشن بتاع تلفونات أو آيباد، بكل حاجة نحن في المراحل دي ما أدركنا يعني ده واكبناه الآن، لكن كان عندنا موضوع الاطلاع، كان إنك أنت ممكن تقطع الفئات عشان تتحصل لك على كتاب، مرات كان في كتب، يعني عندنا أهمية اللايبراري والمكتبة دي من الأشياء اللي بتزيدك من ناحية علمية، كنا بنمشي مكتبة نشترك تبدي الكتب. فمن ضمن الأشياء التي أذكرها إنه كان البريتش كونسل عندهم تدرج في اللانجوج، يعني بمشي بأخذ سيريس مثلا زي جينير، حقرينا جينير وترجع آيلاند، الترجع آيلاند والجينير دي أنت بتقران بدوكلا سيمبوليفايد، كتب صغيرة جدا سيمبول، لغاية ما تتدرج فيها لغاية تصل فوليوم، وعندهم المكتبة السمعية وعندهم الكلوب برضو بتاع التوكينج والسبيكينج، فأنا ارتبطت بالأمر ده قبل من بدري جدا من براحة أولى ثانوي، والحاجة دي يعني حسنتني من ناحية اللانجويج وخلتنا يعني من ناحية اللانجويج كويسين جدا أو لا بأس بنا، يعني بالنسبة لديننا اللي بيقولوا يعني ضعيف في اللغة الإنجليزية وكده وبتاع، فهي بالنهاية أنا بقول المسائل دي كلها عبارة عن سيلف توك. نعم أتذكر أول تعليق كان هنيهات، أتذكره في أستاذ اسمه مركز تاع لغة إنجليزية
ويعني كان بيرتدي دائما عمة وجلابية وكده، وعنده فخ خاص في يقول لك الحيوانات دي ضارة تقتلها وما عارف شنو. فذكر من ضمن الطرائف أديت بيتين، يعني ربما أنا الآن ما محضر، يعني مع إنه بلين بعض القصاصات لو رجعت صفحتي الليلة ما تمكنت، يعني كل الأشياء اللي بكتبها عشان ما تضيع مدى قوتها أو ضعفها في أي مرحلة ما، وقوم بكتبها وكنت بسجلها. نعم فقلت اسمه مركز، فقلت مركز اسم غريب على مر الزمان، لم تسمع به بلاد المدن ما الترحال. ده من مدخل البيت. ومشيت بتذكر قريته القصيدة لغاية نهاية التعليق على مصهر، وعلى عنده لحية كده لأنه هو من الأنصار بتاع المهدي اللي بيلبس الطواقي الكبيرة دي وكده وبتاع. فبتذكر قلت له القصيدة، فقال لي يا أخي أنت يعني شجاع جدا كونك يعني تجرأ على إنك يعني تصارحني بالقصيدة وإنك معلق علي، أخير من الناس اللي بيتكلموا من الخلف او يضعنوا، يعني فدي شجاعة حقيقة عليها. واتمنى انك دائما في حوارك مع زملائك انك تقوي بالناحيه بتاعت اللغه الانجليزيه، بانك طوالي اي كل كلمه كلمتين لابد تدي حوار من ناحيه اللغه الانجليزيه. نعم دي من الشخصيات اللي اثر علي في الثانوي، استاذ مركز بالنسبه لي في اللغه الانجليزيه، عبد الكريم نعم عباس شخص منضبط البنشلت رحمه الله في الرياضيات، أستاذ كامل عمر البلال دائما يعني رجل هو أساسا يعني داعية ودعوي معروف، وإنه يعني فدائما كان بيوجه النصح والإرشاد، وإنه الإنسان يهتم بالأكاديميات، والأكاديميات دي فيها حاجة فور فيوتشر تنفع الأمة وكده وبتاع فله تأثير كثير جدا. فمرة حتى من الطرائف بعد ما كبرت لقيته مرة في بنك، فبيحكي لي يعني قال لي يعني احنا كلامنا ما يكون ضاع وقت. قلت له والله يا استاذنا الجليل ما ضاع وقت. فقال لي انا قبل يومين مشيت اعالج جدي، فقمت قلت للدكتور يا اخي انا بدي عندي كده 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 كده. قام الدكتور قال لي تكون عندها ملاريا يا ربي؟ قال لي ده الكلام اللي خايفين منه، انا جاي اعالج بدي. يقول لي كان كده، قال لي بعدين احنا ناخذ بالعلميه الشديده نخليها ونعالج بيت نبران. بعد المرحله دي زي ما قلت لك، حقيقه كانت الامال معول علي انه انا ادخل، يعني اي انسان بيتمنى زي والدنا قرا جامعه الخرطوم كحاجه في نفس اي انسان، انه جامعه الخرطوم هي الطب، وانه كان انه ادخل طب. فغبر الله ما شاء فعل انه انا دخلت كليه العلوم جامعه سمنار الاسلاميه. وكليتنا دي حقيقه هي براءة تاريخ، تمرحلت او تقسمت الى 3 مراحل، سميت بكليه العلوم في البدء، نحن اول دفعه كان مقبولين فيها. ومن اكثر الشخصيات التي اثرت فينا اللي هي بروفيسور فاضل ربيع. بروفيسور فاضل ربيع اساسا استاذ في جامعه الخرطوم كليه الطب، وهو الأب الروحي لنا، رجل قدوة بمعنى الكلمة، وهو من أسرة علمية معروفة، وتدرس أو تتلمذ على يد هاربر في لندن. عنده هاربر ده مشهور معروف في بريطانيا بتاع اللي هو تخصص الكيمياء الحيوية. نعم فكان طموحي إن أول ما جاء حول كلية العلوم لمفهوم مختلف تماما عن الكليات نظيرة ليه، يعني أو غيره بتطلع اللي هو علم الزولوجي وعلم البطن. قام حول النمط بتاع هذه الكليات إلى كليات مختلفة تماما، حول عمل 5 تخصصات فيها الأحياء الدقيقة اللي هو التخصص بتاعنا، ثم عمل فيها التشريح البشري، ثم علم الفسيولوجي، ثم علم البايوكيمستري اللي هو التخصص حقه هو الكيمياء الحيوية، ثم ثاني علم التشريح البشري. تخيل يا دكتور ياسين، كان يحلم إنه هذه الكلية حتكون لنواة لكل كليات الطب في السودان، نواة لكل الأساتذة اللي بيطلعوا. ده كان من حلمه رحمه الله. يعني أنا أحكي لك من الشخصيات التي أثرت فينا، بروف فاضل ربيع رحمه الله أخذ فترة وهو كان
بربطنا مع يعني بيجيب ناس خواجات زيارة للجامعة عشان يطور الستودنت والطلاب، وهو أول من أنشأ برامج ماجستير في الكلية، وأول من أنشأ هذا البرنامج. فبروف فضل ربيع من يعني مثلا إحنا لو بنكون معاه في اجتماع وأتى وقت الصلاة، تأكد يا ياسين يقول لنا يا جماعة بعد ده خلاص الحديث حد الصلاة. ده يعني رجل تعلم في بريطانيا ودارس في بريطانيا، وأساسا هو أستاذ في جامعة الخرطوم كلية الطب معروف، يعني خرج كمية كبيرة جدا من طلاب الطب في جامعة الخرطوم. فبروفيسور فاضل الربيع سبحان الله كان قدوة لنا في حاجات كثيرة في حياته، الأدب، التواضع، خدمة الغير. من الطرائق يعني من الأشياء اللي نشهدها له، وكان بيجي بعربيته وكان معاه ولده الدفعة ورانا طوالي عبد الرحمن دي والعافية. توفي طبعا بروفيسور فاضل الربيع، وأنا حسي يعني بحكم إنه مسكت منصب إدارة بناء القدرات عايزة واخترعت، لأنه كل طلابه وتلاميذه إنه نعمل له يعني زي جائزة خاصة نسماها بروفيسور فاضل الربيع لكل طلاب ودرسوا، تبقى تكريم لأميز بحث، أميز جروب بتاع ريسيرش في الجامعة، الناس المتخرجين، الناس اللي عاملين براءة اختراع. واخترعت لي عندنا الزملاء لأبناء الزملاء لأولاد الدفعة الأولى والدفعة الثانية اللي هم تخرجوا على يد بروفيسور فاضل الربيع. حتى كان مع كليتنا كان برضو في علوم الحاسوب، ما أنور المعلومة دي برضو قد يكون ما عارفها، عندنا كان الحاسوب أيضا من ضمن الكلية بتاعتنا، يعني كان عندنا كلية الحاسوب الآن انفصلت دراك وكلية مستقلة، لكن كان يديم كل الكليات دي تحت إشراف بروفيسور فاضل الربيع اللي هو الوضع اللمسات الأولى. وتحقق حلمه يا ياسين، ما في كلية الآن بتاع الطب، أنا يعني أنا أكاد أجزم لك ما في كلية بتاع الطب في السودان أو كلية بتاعت مختبرات إلا وتلقى في واحد تخرج من هذه كليتنا وتتلمذ على يد فاضل الربيع بالتخصصات المختلفة. نعم، التشريح الرحمة المثل والمغفرة. نعم، أيوه تفضل. الرحمة والمغفرة لبروف فاضل الربيع. ويعني حاجة جميلة ذات إنك أنت كطالب يعني يكون عندك الوفاء، يعني مبدأ الوفاء، ولدرجة إنك أنت تحاول تعمل يعني جائزة باسمه. يعني ف دي حاجة جميلة، ويا ريت إنه الموضوع ده بتاع الجائزة ده لو خلاص يعني أرى النور وكده، يعني تحكسوه لنا في مبادرة الباحثين هنا عندنا. طيب يا والله دكتور، يعني يا ياسين، انا كمان خلينا نط هنا، ده احنا ممكن نساهم ذاتنا في موضوع الجائزه، واحد من الاهداف بتاعتنا بيتحقق يعني عبرها يا دكتور نادر. ممكن احنا ذات الباحثين السودانيين نكون جزء من الموضوع ده طوال قدام يعني. والله يا دكتور جزاك الله خير. انا حقيقه يعني نحن طبعا الادارات بتاعت عماده البحث العلمي بعد حدوث التغيرات بالنسبه للوضع الراهن، فحقيقه العماده كانت عماده حديثه جدا، وبحمد الله تتم توزيع واختيار الادارات بتوزيع فير عدل زي ما بيقولوا بشفافيه ومؤسسيه. الناس طرحوا على كل الكليات المختلفه انه يقدموا لخمسة أو أربع مناصب تبع عمادة البحث العلمي، ودي المؤسسية الحقيقة نحن بننشدها يعني بعد التغيير في كل العمل إنه يكون فيه شفافية وكذا. نعم فحقيقة يعني الناس اللي قدموا فلتروا كل CV، فتم الاختيار على أربعة في الإدارات. إن كان دي مرحلة مدخرة لكن جات يعني الكلام جابه المناسب بتاعت، فعملنا مخططات نحن لكل كليات اللي هي اداره بناء القدرات والمختبرات دي ماسكه انا، وتبعت لنا برضو اداره الترقيات ماسكه بروف مشارك اسمه خالد سليمان، وعندنا النشر العلمي والحمد لله حاسه نحن مجلاتنا ماشيه على في الاسلاميه كلها باتجاهات ابنائنا وكده وعلاقاتنا. عندنا دكتور عمر نمري ده بيعمل بوست دكتوريت، عمر نميري سوري، بيعمل بوست دكتوريت في الصين، وهو مهندس ما شاء الله نشط شديد جدا، وبيعمل بوست دكتوريت في الصين، وبحمد الله دخل مجلة كلية الهندسة الدي او اي، والآن مجتهد في انه يدخل كل مجلات كلياتنا للجامعة الإسلامية. فنحن حاسين بننشد انه العمادة دي يعني انا برضو من ضمن اي انسان ماشي مؤتمر مفروض اقيمه، ايضا من مسؤولياتي براءة الاختراعات، لو اي انسان عمل براءة اختراعات البتاني دي المفروض تسجل والريكورد بتاعها كيف
تقييم الأوراق العلمية الماشية لأي مؤتمر، إنه المؤتمر ده فيك ولا مؤتمر علمي. أيضا من ضمنها اللي هي الإيثيكال وعملية البارت المهمة الجانب الأخلاقي، زائدا المكافآت. نعم والمكافآت دي إحنا يعني دارين على كل السنة، يعني المدير كويس إنه أصدر وتجاب، يعني عكس السيستم يعني النظام السابق كان التعيين طبعا زي ما عارف بيتم، ودي مرحلة تانية أنا ما جيت لها لسه، مرحلة التعيين والتوظيف، ودي مرحلة الكفاح الحقيقي اللي حنتكلم عنها. لكن نعم المدير أو نائب المدير الحالي أصدر قرار بأن أي إنسان يعني جاء من أو إلى الدفع ينبغي أن يكرم ويعين في الجامعة، ودي فرص زمان ما كان بتوجد في جامعاتنا النهائي كما عانينا فيها نحن، وحنجي لمرحلة يعني. نعم فحقيقة عرضنا الفكرة إنه إذا أجيزت هنعمل جائزة شبه سنوية، ممكن تكون منافسة داخل الجامعة وخارج الجامعة، ونكرم. من ضمن أيضا أنا مسؤول عن الندوات والورش، نعم فأنا بإذن الله أول ما تبقى الشهادات والسيرتيفيكيت تحت يدنا، بعد ذاك نحن كل ممكن عن طريق يعني بإذن عميد البحث العلمي، فكرتنا انه ممكن نستعين بالباحثين السودانيين في تنظيم ورش، وتكون حتى لو اردت انه تكون مثلا بيمنت مدفوعه القيمه وتطلع الشهادات باسم جامعه ام درمان الاسلاميه. دي من الافكار اللي انا طرحتها للعميد، ودي بتخلينا نستقبل اكبر كوادر في كل التخصصات في كل ما يعني تقويه البحث والريسيرش، وابتدينا نعم فعلا اوليا وان شاء الله نمضي قدما يعني. ده كلام جميل جدا جدا، وانا سعيد جدا اسمع كلام كلام جميل كده، ومن شخص يعني اداري واكاديمي في جامعه عريقه كجامعه ام درمان الاسلاميه. لانه يا جماعه الجامعات هارفارد وكامبريدج والاوكسفورد، الجامعات الطب، ما في شيء خلاها انها تكون طب الا الكواليتي بتاعت الريسيرش يعني، ودي الحته اللي بيتكلم عنها دكتور نادر. طيب يا بروف، انا بس ارجعك شويه يعني، وفاه الوالد الله يرحمه ويعني اسرد عليك، وبعد ذاك انت اصلا يعني كان عندك رغبه تانية، والمهم الظروف كلها خطتك في جامعه ام درمان الاسلاميه وكليه المختبرات الطبيه. الحاجة دي قدرت تقاومها كيف؟ لأنه يعني ما حاجة سهلة إنه الواحد يعني، دي في ناس كتير بيفشلوا بيخلوا خلاص الطريق بتاع الدراسة، أو الواحد بس بيكمل وبياخد شهادة وبعدك بيشوف له حاجة تانية يعني. دي فأنت ما حقيقة شاء الله قدرت تتغلب على كيف يا بروف؟ والله. يعني طبعا زي ما بقولوا أي إنسان يعني رفقائك أو غدوتك وأغرانك، فأتذكر يعني من ضمن الناس اللي نصحونا في السابق، يعني أي إنسان زي ما قلت لك من دفعتي أو زملائي، يعني كنت في الإنجليزي وفي الرياضيات يعني من الناس المميزين الحمد لله في، وكان درجتي من مرحلة سنة ثانية لسنة ثالثة أول الفصل، فالطبيعي إنه بتوقع أي إنسان إنه كذا. فصيحة الوالد وتغير الألفاظ عملت لي شوك كبير جدا، حتى في بعض الناس قال لي يا أخي مدعيد تمتحن ثاني وتحسن نتيجته وكذا. أنا الموضوع ده يعني شبه خلاص كلوز بالنسبة لي، بجد إنه ده كان قدر الله مع وفاة الوالد. وطبعا الوالد كمان يعني من الأشياء القيم المسلنين بينا، والدنا رحمه الله نزل المعاش الاختياري، حتى يعني الرئيس جعفر نميري يعني كتب فيه مقال في رفضه في البداية للاستقالة بتاعته، لأنه ناس الوالد رحمه الله مع المجال الأدبي والصحافة، وكان بيكتب أيضا في جريدة السينما والرياضة، وعنده مقالات وقصاصات يعني سبحان الله. حصل لنا كان يعني فترة كده اتحرق البيت، فكان من ضمن الأشياء الأثرية اللي كنت بهتم بها من حاجات الوالد وكده، يعني من الأشياء اللي كان قصاصاتها اللي بيكتبها على سنه تطلع في كتيب عنده صاحب صحفي، فقال يطلع له كتيب، فقدر الله اتحرقت وما لقيناه يعني. فمن ضمن الأشياء القيم إنك تكون أمين ونزيه، ودي من الأشياء القيمة لنا. فمن الطرائف اللي بتحكي لنا الوالدة إداها الصحة والعافية وطول في عمر لنا، فقالت لنا الوالد طبعا لما يشتغل في وزارة التجارة والتموين، فدل عليه كل التصاديق لكل التجارة في وزارة التجارة كانت تحت يد الوالد رحمه الله، وهو كان مفتش أسعار أول، فمنطقة كانت يعني بتاعت رشاي لا تتخيلها. فقبل زي ما بقولوا بداية اتذكر قالت لنا نحن قبل ما يجي والناس تعرف في حي سمة ثلاجة، فجو ناس للوالدة في البيت خبطوا لها الباب،
فلا يا أخي نحن عندنا ثلاجة دارين نسلم لعم موسى، لعم موسى ده عشان نديه الثلاجة حقته. فكان عندنا زمان التلفونات تحت العواميد دي، يعني نظام التلفون المباشر، فاتصلت على الوالد فقال لها وعدت تستلمها، فكان يخاف أشد الخوف يعني، حتى عمامنا وعماتنا يعني قالوا لنا والدكم ده لو كان داير الثراء الحرام لكان أنتم من أغنى أغنياء أم درمان، لكن آثر أنه ينزل المعاش الاختياري برغبته، لأنه قال للميري كل التحت بيضرب والفوق بيضرب. فقال لي أنا عندي أولاد وجنين والحمد لله يعني بفضل الله عز وجل، يعني تبارك الله نسأل الله يبارك ويجعلنا يعني من الناس الخلوقين، وكلنا طلعنا يعني في مهنة التدريس ومعلمين، وإخواننا بحمد الله يعني بكل الصفات التي يعني والدنا أراد أنه أن نقوم على يعني محافظة على الصلوات في المسجد، عدم البعد من الحياة دي. فدي نعتبر أنه المسألة دي يعني من بركة أنه هو ما حاول أنه تنازل عن مهنته وعن كذا، على أساس أنه ما فعلا فتح له عمل تجاري، لأنه طبعا جدودنا دول كان كلهم هم تجار في السوق، يعني كان عندهم تجارة بتاعت بيشتغلوا في القماش، وبيفصلوا عندهم ناس مهنيين بيفصلوا الجلاليب واللبس البلدي، فكان دي وظيفة يعني جدودنا الحي الموروثة عنهم، كلهم كانوا تجار في السوق يتاعين في أم درمان. فأنا بعتبر دي من الأشياء اللي برضه أفكت يعني، بقت إنه يعني زي بقت في ضايقة، كونك إنك أنه كونه ترجع تاني، وإنك قلت خلاص ننطلق خلاص، زي ما قال زي ما تجي تجي. اول ما دخلت سنه اولى قلت انسى الفاضي، وبعدها ابدا صفحه جديده في مجال جديد، فسبحان الله مشيت مجال الاحياء الدقيقه، ومجال الاحياء الدقيقه ده يعني حبيناه، وكان من الفت الاشياء جاتنا في الجامعه، ونحن تقريبا في سنه ثالثه مشينا 10 امتار لدوره تدريبيه في سمنار، فكانوا اول دفعه الجيم كان دفعه مميزه، هو مركز تدريبي عالمي معروف تبع الـ WHO للملاريا. والله اتذكر لمينا المصاريف نحن لوحدنا. في نصيحه حقيقه قال لي دكتور مشهور قبل ما افوت، من الناس اللي اثروا علي في سنه اولى ما انساه قبل ما افوت النقطه دي، دكتور محمد حسن احمد الزبير، وهو الان مقيم في بريطانيا طبيب، وبحكم هو قدامنا في الدفعه وكان مميز في جامعه الجزيره كليه الطب، وكان شاطر جدا يعني، وكان الواحد بيعتبره قدوه ليه، ولو في اي سؤال او حاجه تخنقه بيرجع له يعني. فنصحني قال لي يا نادر انت داير تكون مميز في الجامعه تقرا ما يطلبه الاستاذ، وفي الاجازه تشد حيلك وتتوسع في المراجع وفي الكتب. والله هذه النصيحه مسكت حلقه في ضناني، وبفضل الله عز وجل مشينا في كل المراحل وتخرجت بعنر، وكنت أول دفعتي بفضل الله عز وجل، طلعت أول الدفعة، كرينا الدفعة زي ما بيقولوا، والحمد لله تخرجت بأونر. فبقينا في إنه بقينا لما جينا للتعيين، التعيين وما أدراك في التعيين، في الحتة الجبيلة اللي كنت داير أقول لك التغيير اللي حصل فيها. طبعا إحنا جامعتنا دي يعني كانت عبارة عن أقول لك شنو، منبع بتاع خلية، وبحمد الله يعني حتى انا طيب ما حكيت مرحله الدفاع الشعبي والحتات زي دي، حاولوا طبعا الجماعه في معسكرات يعني كانت هي يعني مراكز بتاع التجنيد يعني، فبناء على الحجه بالحجه جو دوني في خيمه كده اتذكر، وقال لي يعني داري انك تنضم معانا وما تنضم وكلام بالشكل ده، قلت والله يا اخي انا ربنا سبحانه وتعالى قال سماكم المسلمين، يعني كنت الحمد لله بالفصاحه والبلاغه التي ارد عليها يعني. وقلت لي يا اخي ان احنا يعني الدين لا يدعو الى التحزب والى التشرذم، ده كان المنهج انا القائم عليه وماشي عليه، وانه في النهايه يعني الانصار قلت لي والمهاجرين لما يبتدوا يستخدموا مع انه مشروع يبتدوا يستنصروا لبعض، الموضوع ده اصبح لين بالنسبه لين كانها شنو حزبيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لين دعوها فانها منتنه، نهاهم عنها. فتخيل كان بيرفعوا تقرير انه انا
يعني معانا واحد هناك اكتشفته بعدين في الخيمه، هو بيعمل ريبورت للجماعه الكبار الامراء المعسكر بتاع في بعدين احنا كنا بنكون بنتدرب، هم بيكونوا قاعدين بره ورا الخيم شغالين تجنيد في ناس، ونحن واقفين في صفا وانتباه وعسكر وقيام وقاعده وناس بيجندون. فنحن تخيل الجامعه كانت يعني فيها كل التمكين السابق للنظام السابق، لانه يعني علي عثمان محمد طه بيحتضر بيقول دي جامعتنا، واي جامعه احتجت الى جامعه البرنامج الاسلامي. كانت بتخرج الجامعه اكبر كميه من الدبابين للعمليات، كان كل سنه بيعيدوا الميل 40. يعني تخيل الجامعه بيجوا احتفالات، يعني طيله انا طالب كان مهتم بالجانب الاكاديمي. حقيقي في سنه اولى واحد من الطلاب ده كان مره من الاشياء اتذكرها، واحد من الطلاب كان في الداخليه وظن ضربه ناس من الامن الايجابي، طبعا من الطلاب بيسموه الامن الايجابي، فضربوا له الطلاب. فبحمد الله كان عندنا تاثير مع انه ما عندي يعني بيقولوا ناي، فجمعت كل الناس في جامعه الاسلام باختلاف الطوائف حقتهم، اتكلمنا عن انه انا اتكلمت انه ده عمل رخيص ولا يليق بالطلاب، انه الناس تتناقش فكريا ويكون في حوار بيناتهم حتى انه الناس تصل الى ما هو مطلوب. دي كانت اللي هي التسخينه في المرحله الاولى. بعد ذلك طبعا التزمت انه شنو؟ انه بس قرايه. يعني جامعتنا كانت الوقت ذاك البيئه شويه يعني ما كذب عليه، كان عندنا مشاكل في المويه في الجامعه. في حاجات كانت يعني حس الطلاب لما بيجوا الان الاسلاميه بقت فلوريش. يعني احنا بنعتبرها لكزري، كان الواحد ماشي بريطاني. لانه في نجيل او في نوافير وفي مويه عذبه، زمان ما في الكلام بالشكل ده. يعني احنا كان عندنا زي مجرى كده يفصل الجامعه، طبعا الجامعات الدراسات الاسلاميه بغادي الاوائل الجامعه، جامعه كبيره قريبه ل 6000 فدان، كبيره جدا الجامعه دي. فالجزء الغربي ده اللي هي بيسموها الجامعات العلمانيه اللي هم العلوم والطب والصيدله وكذا وكذا. والجامعه السائد فيها انه دائما ادارتها بتكون للمجالات الادبيه. يعني الكليات العلميه ما عندها نظير انه يكون، الا تغيرت في الاونه الاخيره زي حسي العميد او مديرنا الحالي ده حس هو بتاع علم فلك اسمه بروف الكنزي، هو بقى داير الحالي زي ركزت علي انه اركز في قرايتي واجتهد واكون متفوق مميز بحمد الله، وجيت اول دفعتي. ولما جينا التعيين يعني ما عرفنا يعني فهمنا كان شويه ضعيف، يعني ما عارفين القصه بتاعت اول دفعتك وما في وظيفه. والوقت ذاك يعني الظروف ساعد، بقيت انا شبه المفترض دايركتلي الوالده نزلت المعاش، بقيت انا يتطلب علي انه انا اكون اعمل، يعني لو ما اشتغلت لابد انه انا اعمل. ودي من الاشياء الواحد داير يركز على دروب النجاح، الناس ما تيأس من رحمه الله، وربنا بينصر الناس اذا اجتهدت واخلصت النيه. فسبحان الله نجي نقدم، قاموا قالوا لنا دارين تسكيه. وانا ما دار اذكر الناس بالاسماء في الوقت ذاك، كان المدير يعني كان تعصب، يا اما قريبه يا اما تكون زول منظم. الحاجتين دي لو ما انت زول منظم او قريب ما ما ما, ما يمكن ان تنفولف في الجامعه. معروف انه هو كان بيقولوا عليه ملك داخل المملكه. يعني مديرنا ده كان بيجي معاه وحاشته والكاميرات والناس والدخله والكذا. وكان من اكبر الناس المؤيدين للسيستم السابق والتجنيد والشغل بتاع الطلاب، يعني ممكن يقابل طلاب من الاتحاد ما يقابل ناس من 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 عمدة كلية. نعم. مما نحن عرفنا انه كده بالكلام ده، انه مع انه يعني جدا مزمس سليمان عمور برضه حاول يتوسط لي على سن يدخل. في النهايه قال لي شغلانه دي اللي تجيب توصيه من ناس من الناس دي حتى نعيم. انا ولد فاتي وكذا، المهم صار الله 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 دار انه انا مررت عندنا اللي هو عندنا واحد اسمه الفاضل حسن عوض الله. الفاضل حسن عوض الله مشهور، حسن عوض الله ده اللي هو كان زعيم في ايام ناس الزعيم الازهري، كان وزير. حسن عوض الله ده عندهم برضه بيوت في ام درمان، وعندنا جدنا اللي هو مزمي سليمان غندور متزوج عمة الفاضل أو أخت الفاضل. يعني ده التصاهر جدا، مزمي سليمان غندور متزوج
أخت الفاضل، ناس الفاضل دول طبعا باعتبارهم أولاد وزر. فاضطريت إنه أنا استخرت الله إنه قلت الوظيفة دي قدر ما حاولتها. في النهاية قاموا قالوا يا جماعة تجيبوا، تمشوا تجيبوا تزكيات من ناس اللجنة، يعني ناس المسجد، يعني فاهمين إنه يعني المفروض إن إحنا ناخد ريكومنديشن من زيتة وعمر من الناس يكون معروف، يعني بالنسبة لهم يقولوا زول ده ما عنده أفكار، ما عنده، ما بيقف ضد النظام، ما كذا 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 كذا. الكلام ده كله نحن طبعا في غفلة عنه، إنك أنت أكاديميا نجحت وجبت أول دفعات، ونحن أول دفعة، لاحظ إن إحنا أول دفعة، يعني تتخرج وأول دفعة مفروض استوعبوا مننا عشان يكونوا في بيجنر. بعدين إحنا مش كنا كطلاب، يعني إحنا حبنا للمجال وللكلام كنا نحن زي الكوردينيتر، يعني تخيل إحنا مرات نجيب الأساتذة نحن. من ضمن الأشياء اللي أثرت فينا قبل أستاذة الجامعة اللي هو بروف الصفاد الربيع رحمه الله، أيضا عندنا بروف هاطل هاشم الكمالي، أسرة هاشم الكمالي من الأسر المعروفة يعني في الموردة، وهو أستاذ كيمياء وزور ريسيرشر وباحث ما شاء الله، والآن فول بروفيسور. فيعني برضو حببنا موضوع إنه إنسان ما يجي يكون ريسيرشر وما يعاين للأوضاع الحالية، الوضع بيتغير بدك الأمل. ثاني من ضمن الناس اللي أثروا فينا مباشرة نعتبره يعني أب وأخ وصديق، اللي هو عندنا طور غصي، غصي عبد الصمد من أبناء أمدرمان منطقة أبروف، ودرس في جامعة عين شمس. فكان ده يعني كان بيدرسنا تقريبا كمية من التخصصات في مجال بتاعنا بتاع الأحياء الدقيقة، وكان لصيق بينا، يعني لصيق بينا لدرجة إنه كنا بنمشي اللاب حقه وبشاركنا ويطارحنا في الأبيات. فأذكر من ضمن الأبيات اللي أنا قلت لقيتها في يوم التخرج في الجروب، أظن كاتبة هنا دي نجيب الليترون الأولاد، قلت أسمرتهم درمان بتخريج فرسانها، وهللت الطيور معبرة بتغاريدها، تمايلت الأغصان مودعة لفلزة أكبادها، وأمطرت السماء دمعا لفراق كنوزها، أن توج بعطر المسك الموشح علمائها، وهن في الدين الثقيل حق صنائها، صمد الطلاب بجد لتكلمة أحلامها، وكان التوفيق بالله لهم لوضع لبناتها، أقبلت بشائر الصبح معللة الرسالة آفاقها، وأجل الصبر والجد رمزا لأحفادها، والعز والشرف والحكمة مرسا لحياتها. فكبت بروف الفاضل بذل شبابه ووقته وماله وصلا لإجلالها، أقبلت الوفود من العلم حرصا لانتمائها، تظليهم وتحميهم بروعة سلامة منهاجها، منهاجها الصافي منهاج النبوة عنوانها. إلى آخر الأبيات أقول أهل من ذكرى نخلدها على أبوابها. دي كان في تكريم آخر يوم كان عندنا في كلية الحاسوب، دي كانت في الخرطوم، عندنا مجمع كده تبع الجامعة، وكان عملناه بالمسا وكان مباشر وكانت يعني متواضعة، لكن كان له معنى كبير جدا على أبونا الفاضل ربيع. يعني أنا بتيك من أبونا الفاضل ربيع رحمه الله من الطرق، يعني من الأشياء شفناه قدامنا، تخيل إنه كان بيجي بالعربية معه السواق، وبكون سايق معه ولده عبد الرحمن يديله العافية، طلع نفس التخصص، والده عنده ولد ثاني بيجي بالحاسوب، فبيجي بالعربية في الطريق. زمان يعني ما في كان ركشات، ما في كده، مشوار طويل والجامعة كبيرة جدا يعني. فبيجي أتذكر من الحاجات الشاهدة الإنسانية الشافة فيه، وأنه كان بيجي بعربيته فلقى معوق ماشي ما قادر، فتخيل انه هو بروف بدرجته العلميه ومعروف انترناشونال، يعني بيربي فيك معاني كبيره جدا قد تخفى على كثير من الناس في مجال الريسيرش. ولا نزل من عربيته، قام السواق قال له بروف ما مشكله السوق العربي، قال له لا ركب الاخ ده وسوق العربيه وسوق الناس اللي معاك البنات دي وصلهم للكليه، هو مشى راجلا برجلين. فشوف يعني قمة الأدب والتربية، تزول عالم معروف في بريطانيا ومعروف في جامعة الخرطوم كأستاذ، من المعاني التي تجسد، وزي ما ذكرت لك فضله إلى الآن محفور في الجبين،
لأنه للآن ما في كلية، ما في كلية الآن من الكليات الطب أو غيرها من المختبرات إلا وتلقى زول بتاع تشريح أو أناتومي أو مايكرو أو بايكوميستري أو غيرها من التخصصات إلا وتلقى أنه كذا. دخل تسعاد من غندور، دخيلة من لندن، جدا مرحب بيها. سعاد خالتنا من لندن. فدي من الأشياء الحقيقة، يعني زي ما قلت ليه تربي فيك معاني، معاني الريسيرش، معاني الخلق، معاني التواضع، ودي المعاني الإنسانية المفروض تتوفر في كل إنسان في هذه المعاني. الحقيقة في الفترة دي طبعا قلت ليك الوضع والأمور ضاقت، فكان لابد من أعمل. يعني أنا يعني مكبوس نفسيا، قلت ما عندي قسمة، أهو غيرت مجالي. ومرات الدبريشن بيجيك، لكن التحلي بالصبر والإيمان كمان بيجيت إنه أول الجامعة ما قادر أدعم في جامعتي. مشيت جبنا ما عارفين، مشينا جبنا ريكومنديشن من إمام الجامع ومن غيره، قالين إنه بنصلي، كاتب لنا إنه نازل بيصلوا في الجامع وكذا وكذا وكذا. مفتكرين الموضوع بسيط على كده. برضو ما أورقنا دي زي ما قال جدعات تحت الحائط، ما اشتغلوا بأي حاجة بالشكل ده، ونحن ما فاهمين. المهم إن شاء الله سبحانه وتعالى إنه أنا اشتغلت مع الفاضل حسن عوض الله. حسن عوض الله ده كان متليك وزير في زمن عهد الزعيم الأسهري، وجدا مزمن سليمان غندور، كان متزوج تلقائيا اللي هو متزوج أخت حسن عوض الله. اشتغلت في مركز بتاع اتصالات، كان الوقت ذاك الكباين، نظام الكباين نشطة جدا، وكنا بنشتغل يعني نظام الورديات شيفتينج. منها كنت مسؤول من البيت، يعني بساعد في تكملة العمل في البيت، وعلى أمل إنه في أي يوم ما إنه يتغير الحال وارجع الجامعة. فأتذكر استمريت سنة ولا سنتين. عندنا الدفعة الورانة صحيح طوالي قالوا غيروا المسمى بتاع الكلية. اشتغلت فترة أنا في حقيقة مستشفى النو زي 3 شهور، طبعاً الأجور ضعيفة يعني ما كانت. حاولنا نعمل برايفت، معمل خاص كده مع بعض الزملاء لضعف الإمكانيات، برضو فشل. فبالنهاية قلت يا أخي أنا أبتدي بالعمل، وأنا يعني ود أساتذة، وفي النهاية الاندي بتاعتي should be in teaching. وأنا حاسس إنه من داخل إنه أنا خلقت لأكون أستاذ. في فترة الجامعة الحاجة الصحيح فاتت علي إنه أنا ابتديت أدرس دروس خاصة مع أخوي. أستاذ كان مشهور بتاع لغة إنجليزية في مرحلة الجامعة، ومن ضمن كان بصرف نفسي، وكنت بدرس كيمياء، فيزياء، بدرس مرات رياضيات، جوكر يعني ملتي ديسيبلينري. فكان أخوي بتاع لغة إنجليزية، وهو لونه ما شاء الله أصفر فاتح يعني، وأنا شوية لوني زي يقولوا أخضر. الله يشفي أسرة ما أنسى في السادسة، دكتورة ليلى أستاذة بتاع التربية علم نفس. فما كانت في البداية عارفة إنه أنا أخو زاهر، إلا زول يركز في عملية الصوت. فابتديت حقيقة أدرس ولد الأول، دخل هندسة جامعة الخرطوم، كنت بدرس رياضيات وبدرس في إنجليزي. زاهر كان الوقت ذاك سافر السعودية، فقال أنا أجيب لك زول كان وأنا وده فوق للإنجليزي، كان بدرس لك كيمياء ورياضيات. وكنت أنا بعين نفسي في الفترة بتاعت الجامعة من خلال الدروس الخاصة، يعني أشتغل في الجامعة بالصباح، بالمساء بكون شنو شغال دروس خاصة بيدونا بنظام الأورس أو الساعات بالشهر، بطلع كان المصاريف بتاعتي، وكانت شوية المصاريف ذاتها ما كثيرة تحت الجامعة يعني. فقلت له محتاج لي مرجع، محتاج لي كذا. فالأسرة دي سبحان الله، محمد دخل هندسة مدنية وما تخرج منها، والآن ما شاء الله هو مهندس في جامعة التقانة. الثاني درسته عمر ده تقريبا 4 شهادة السودانية، ودرس هندسة كهربائية، والآن في المملكة العربية السعودية اشتغل هناك. نمرة 3 درسته حيث محمد الفاتح، ومحمد الفاتح ده درس طب،
تقريبا يكون في الفاينل تخرج منها. فديل كلهم شنو سبحان الله يعني، حتى الام بقت شنو معتقده انه انا السبب في نجاح الاولاد ديل، مع انهم هم ممتازين ومميزين وكده. قلت لها شيل فشلنا فيها نحن ندي لغيرنا. برضو دي بتختي اظنها برضو ممكن تعمل لها ابن. ايوه. فدي من الاشياء اللي هي يعني عملت لنا نوع من السكيلز في موضوع التيتشنج، بقت شنو ممارسه قبل ما نتعين في الجامعه ممارسنا، وبعدين البيت كله توجيه، بكره عندنا توجيه كراسة التوجيه. والوالده علمتنا حاجه انه هي شي ريكورد ايفريثينج. يعني انا حسيت الدور اللي فات قلت لك انا ولدت ليلا. هل تصدق يا ياسين عارف انا يوم سمايتي الجاملني منه؟ الجاملني في يوم السمان الوالده تطلع الكراس بتاعه توريك الجامله منه. فللان محافظه على النظام ده، حتى واحد من معانا في الاداره اليوم باك طلع الكراس. قلت له شنو يا نعمات غندور؟ حتى هنا صارت تطلع لنا الكراس. فحكت له القصه انه والدتنا نعمات غندور يعني اي شيء، يعني لو زول جامله ذكرى هذا لا حاجه، استل محافظه على الصفه دي. ودي والله الواحد شاهدها لما نجي للمرحله بتاعت الخواجات برا، اي شيء كود بي ريكورد، ما زي انا بيعتمد على الميموري والذاكره. نعم. بعد الجامعه اشتغلت في مركز بتاع اتصالات. بعد شوية السنة الثانية شوية بلقيت عملت لي زي محل كده شغلت فيه زول كشوك ومحل بتاع التصوير، بقيت شغال بيزنس يعني. نعم. فزي كأنه شنو ابتديت زي داير شنو أنسى الشغلانية بتاعت التيتشينج والتدريس والغير وكده. فسبحان الله يوما ما جو طلاب بتاعين طب بيجوا بينزلوا نحن في البسطة المحل بتاعنا الكبير ده. من ضمن أجاور الشغل بتاعي وأعين لي. فجاء طلاب بتاعين طب، فقام يعني بيتحدثوا في موضوع ويتكلموا عنه يعني بمصطلح أو ترمينولوجي خطأ، فقرى المصطلح خطأ. فأنا قمت قلت لي يا أخي النطق بتاع الكلام ده غلط، مفترض الجينس والسبيشيز بتاع الميكروب ده مفروض يتقروا كده. طبعا عايل لي كده نظرتني شنو ده زول بتاع اتصالات. فقام قال لي يا اخي انت الدركشن بالكلام تزود بتاع اتصالات دركشن. والله يا ياسين اذ دمعتي ترقرق، والله دمعتي جرت اللحظه دي. قلت سبحان الله، هل هنا يعني مراتب الظروف والضغط يخليك يعني تضطر لشيء غير مراد؟ لكن انك انت لسه ستيل في يعني، حتى بعدي عندي يعني الدفعه اللي ورانا تحولت لمسمى الكلية لعلوم وعلوم طبية أساسية، كانوا مرات يستشيروني في بعض الحاجات في بعض الماتيريال، ما نسوني لأن أنا كنت بعمل السمنارات يعني ليدرشيب بالنسبة للدفعة، ومعروف مسمونا نحن الحفارين يعني ناس قرائين يعني من نظاراتنا دي يشوفونا يقول لك ده الناس قرائي. في من الحاجات اللي نحن في مرحلة الجامعة قبل تقريبا ما نتخرج مشينا مركز الملاريا، والجامعه في البدايه بتدفع لنا القروش، فنحن تخاطتنا. والله قعدنا في السمنار في الخزان في مركز مكافحه الملاريا نحن بنجادع بناكل في نعصر على روحنا ناكل، نحن زي 10 طلاب كلنا خريجين، وقلنا دي حاجه مهمه جدا شهاده بتاع الدبليو اتش او. كنا نقوم نعمل السخينه ونقطع الطماطم والبتاع عشان شنو ينزل. فكان من ضمن الناس المميزين عندنا صلاح الله يطرب الخير، يعني رجل عزيز يحب علينا الخير ومتواصل معنا، وهو الله طيب الله ورجع يعني غربته، هو في الان في السعوديه من اوائل الناس المشي السعوديه واشتغل في مجال الميكروبيولوجي هناك في بعض الشركات الرغابيه له فتره طويله هناك، لكن متواصل معنا ويقول لنا نجاحكم يعني دي الشعور المفترض يكون بين الزملاء. فبقول لنا يا دكتور نادر انت من دفعتنا الوحيد اللي استمريت في الكليه ورجعت لها وحنحكي قصتها، وبقيت لنا نموذج او قدوه لنا ونفتخر بك. فكل ما نسمع بك عملت شيء او انجزت شيء نجاحك من نجاحنا. ودي قلت الان في يعني في زمننا هذا تلقى الاصدقاء الوفيين. فصلاح ده كان من سماه اخو الاخوان، قال لنا يا جماعه انا برجع وبمشي الجامعه وبسك لكم القروش واجي. الله يرجع وجاب لنا القروش. نحن الملاريا دي كانت من النماذج
اللي يحتذى بها في عملية الترشيص المعمل. ليه؟ لأنه معمولة إنك أنت خلال أسبوع تدرس الطفيلة الملارية أسبوع أسبوع، ثم يتم التشخيص أورالي الامتحان، وفي ناس بيجيبون من السلاح الطبي بيكونوا عايدين 3-4 مرات. نحن كنا الدفعة الوحيدة الجاية جامعية وشالين مراجعنا، وكانوا في الأسبوع الأول ما عارفين بيخلصون شيء. فمن الطرائف كان بيقول لي يا جماعة يا دكتور نادر ما بيقول لي يا أخونا نادر ما تسلينا فزعت. قاموا عملوا مطارحة شعرية للدفعة مع الناس الأساتذة الفنيين اللي بيدرسوا في الجروب. فعندنا صلاح وعلاء ديل قلت ليك من أميز الناس في اللغة العربية. فغلبوا كل الناس، غلبون ما في زول قدر يغلبهم في المطارحة الشعرية تبارك الله يعني. ففازوا وطلعنا بنتيجة كان يعني تقريبا احنا 10 كنا زي 6 ممتاز واثنين جيد جدا او 3 جيد جدا. وحاولوا يستوعبوا فينا ناس على اساس يكونوا ستاف ممبر بالنسبه لي، ستاف ممبر بالنسبه لنا، في قالوا لنا نستوعب منكم ناس على اساس يدرسوا الناس الملاريا وكده. لكن طبعا كان فيها كل انواع الملاريا، يعني كل انواع الملاريا، قلنا لنا احنا ممكن نشتغل معاكم لكن الملاريا دي تقتلنا. فدي برضو من الاشياء التي بوتا سنار اسمر السنار لوجدي من صدور، برضو دي من اوائل الكلمات قبل التخرج، قصيده طويله يعني قد الان انا بلخمه كده انه استدركها. فتكلمت عن الجدود وعن العهد بتاع التاريخ بتاع سنار وعن منطقتها وعن أثرها وكذا. فكانت قصيدة برضو عبرتها في أثناء وداعنا ككلمة وداع ليا، وموجودة على صفحتي في الفيسبوك موجودة. أنا حقيقة ما الزمن ما مكنني ما أجمع كل الأشياء التي ذكرتها. نعم. بعد ذلك تغير سبحان الله الرغرغة دي رجعتني، قلت يا أخي أنا ما أحاول يعني أعمل لي تحضير براي من my own pocket، وفي نفس الوقت أكون مجاهد على أنه أرجع الجامعة. فسبحان الله تعينت في عهد تغير المدير الأول إلى المدير الثاني رحمه الله طيب الله صراحة صدق ناصر. صدق ناصر ده رجل بتاع إحسن معروف جامعة الخرطوم، رجل فير، ورجل كان أيام المرتبات قبل البانكر ده من الناس اللي بيجيش في الصف زيه زي أي عامل في الجامعة. فده برضو كان رمزي للناس، وأي زول كان متعسر تعيينه بفضل الله عز وجل تعيننا في فترة صديق ناصر. يعني بعد الله سبحانه وتعالى لو ما صديق ناصر كان نكون في السوق لحد الآن. فالحمد لله رجحت الجامعة بالعافية، وحاولنا ندور الريسيرش ونطور من الأقسام. بعد ذلك جات عندنا مشكلة في عملية التسجيل، إن الجامعة بتاعتنا أو الكلية بتاعتنا بقت في حرب على إنه الكلية دي زي تقفل، أو الكلية دي كونوا ناس إنه مارسوا المهنة بدون مسمى مختبرات. فكانت دي مشاكل كبيرة جدا من دفعة لدفعة، وتحولت المسمى من علوم لعلوم طبية الأساسية. في النهاية كان في وزارة الصحة قالوا لو ما سميتها مختبرات نحن ما بنجز لكم. فكان في أوبشن للناس الدائري يستمر بنظام النظام القديم، يستمر ناس الاناتومي والفسيولوجي اساسا ما عندهم مشكله لان اساسا ما بيمارسوا المهنه في المعامل، انما كان بيشتغل في الحي. فجاءت تحولت الكليه لمختبرات، ودي زادنا خلتنا انه نفكر انه بعد شويه من الطلاب دول يقولوا والله يعني احنا ذاتنا ما ناس مختبرات. فدرسنا مختبرات كبرنامج تكميلي عشان ما يكون عندنا رخصه مزاوله المهنه، عشان ما يكون عندنا بروبلم تاني مع وزارة الصحة. قلنا مش الشهادة دي، ان احنا كأكاديميين بندرس بنخرج كل الطب والمختبرات برضو حناخدها وما حنديكم. فعلا قرينا مختبرات في نفس الجامعة عملناه. بعد ذاك عملت أثناء شغال قبل ما أتعين اشتغلت، عملت دبلوم عالي في جامعة السودان في كلية المختبرات الطبية. ثم بعد ذاك عملت الماجستير في جامعة الخرطوم، ودرسونا من أكفأ الأساتذة في علم المايكروبيولوجي بروفيسور السنوسي، وهو من عالم من الناس اللي أثروا فينا في علم المايكروبيولوجي، واكتشف باكسين اسمه سانو باكسين، ومن الناس الأوائل اللي درسوا في بريطانيا وعنده علاقات كولابريشن. وسبحان الله كان كلامه كله عن مسائل الجانجرين في السكري، وبالخطأ حصل له وتم بتر رجله
وما زال هذا الرجل ببيت رجله، يجي مؤتمر، يجي ندوة، يجي كذا، يكون من أوائل الناس في المقدمة بالنسبة لنا. نشيط، ما زال حفظه الله ساكن في البحري. وأيضا بروف شقدي، الناس اللي درسوا في أمريكا، أيضا بروف عوض مناعة، ده اللي درسوا في هولندا. يعني درسونا ناس من عباقرة جامعة الخرطوم خلال بروفات الربيع في ماجستير جامعة الخرطوم. بعد حصولنا على الدبلوم من جامعة السودان كلية المختبرات ثم ماجستير جامعة الخرطوم، اتجهت إنه إذا التعليم العالي دفعنا نقوم نكمل الماجستير والدكتوراه في جامعة الخرطوم. بعد ما قدمت وتم ابتعاثي لجامعة الخرطوم على سن أنا واصل، بعد ذاك ما قلت أفكر إنه يعني في توبيك. في يوم زرت المركز القومي للبحوث، يعني أنا مجال للريسيرش في الماجستير دائما بحب الحاجات النيو ديسكفري، فكان في بروف اسمه معروف عندنا في الباحثين السودانيين اسمه بروف أسعد خالد. أسعد خالد ده الآن بروفيسور، هو بتاع بايكيمستري وبيشتغل في اللاين بتاع الدراج ديسكفري، ومن الناس اللي عندهم كتيبات كبيرة جدا، ويعني دافعوا عن الثورة وعن التغيير الحاصل ده، لأنه كان في المركز القومي للبحوث وجاي كان ينك برضه. هو زول عنده قصة كفاح، وأتمنى يوما ما تستضيفه. وكان ينك يعني ما بعيد مننا في السن. ويوم لقاني من زميلنا شغال في المركز القومي للبحوث، قال والله أنا عندي طبق ما يخرش المويه لو أنت انترستد، لكن بشترط عليك تجي تسجل معاي، تجي تسجل معاي في اللي هي في اللهم صل على النبي جامعة الخرطوم، لأن الخرطوم بيشترطوا ناس. قال لي تجي تسجل معاي، كان ناس جامعة المركز القومي للبحوث وغيره من المراكز البحثية في السودان فتحوا ما يسمى بأكاديمية السودان للعلوم لو سمحت بها. فأكاديمية السودان للعلوم ابتدت اللي هو بتهتم إنه كل الريسيرشر يجيبوا طلاب ويسجلوا في برنامج الأكاديمية، وتم الكونفرنس بتاعه وكذا. فأداني طبق عن الترومبوسيوزيس اللي هي التربانسوما يزيس، واشتغل في انزيم معين واعمل بارتي بتاع دراج ديسكفري. وانا طبعا مهم مجالي، فقلت قلت له انا مجال الانزيم، كان بروف اسعد ميستو يعني من الناس الطموحين اشيد بالبروف، من الناس المميزين في انه، وطبعا عاش فتره طويله جدا، جاء بعد الاسوشيتد بروفيسور جه هنا السودان وتم استيعابه في السودان، وكان بيدرس برضه جامعة الخرطوم كلية العلوم، وجاء على أساس إنه كان إنه يعمل تيم جروب، كان عنده ترابيزة، ابتدى نشأ وحدة خاصة به، وابتدى شوي شوي يجذب الطلاب. كان واحدين من زملائنا من جامعتنا عندنا دكتور سفيان وفي دكتور طلال، ديل كلهم تم الجروب ديل يعني سجلوا معاه، وعندنا زميلنا برضه مزمل خريج جامعتنا برضه سجل معاه. فقال لي يا دكتور نادر عليك از يو لايك، يعني لو داير تجي. قلت له خلاص انا انت ما تشغلني في مجال يكون قريب لي، يعني اذا انا ابقى اشتغل معاك، ما انا برضه بعدين ما اقدر اغير الفيلد بتاعي، يعني انه انا ماخذ مايكرو ما دبلوم عالي مايكرو ماجستير مايكرو، لابد بيني شنو الدكتوراه برضه تكون في المايكرو فيلي. فقمت قلت له يا خلاص نحن ما نعمل شيفتنج للموضوع، بدنا نشتغل على الانزيمولوجي، نشوف اسي حديث ونقوم نشتغل في الشغل بتاع الدروب ديسكفري، يعني نشوف انتي ميكروبيا الجديد لمرض او علاج السل الرئوي. فابتدى الموضوع معاه بالاخذ والعطاء والجذب والاشياء بالشكل ده، فبالنهايه استخار. يوم قام ما شاء الله مؤتمر خارجي، المؤتمر الخارجي لقى في اساي حديث جدا في شغل ادفانس خالص في المجال حقنا. قال لا يا اخي انا عندي طالب وكده، دكتورة اسمها ماريا لير دي السكند سوبرفايزر لي اللي هي في دولة السويد. فقال لا يا اخي عندي طالب مريض وكده، بقول لي انتوا جيتونا باسنانكم. فكان عندنا اجتماع ميتنج كل خميس في المركز القومي للبحوث، وبنحاول دائما ننمي بعض كمهارات، نعمل ميتنج، يعني شغالين بستايل ترتبل في السودان. يعني معظم يعني انا هسه الان سوبرفايز لكميه من الطلاب زي ما هيجي، لكن ما عندك انت حته طلابك دول كلهم تجمعهم فيه. فكان المركز والاجهزه فيه شوي شوي قام دخل جهاز، بعد شوي ابتدى كده.
انا قمت قلت له والله يا بروف انا احسن اشوف لي اتراسل مع دكتوره ماريا ليرمدي، واشوف اذا كان في بدايه العمل. شلت معي بعض الدراج ديسكفري من المواد، وشلت معي بعض الحاجات، وقلت ان انا اتوجه زياره زي السندويتش بروجرام عن طريق زمان كان الشنجن. فقلت اشوف هم طبعا هناك السويدين عندهم في جامعاتهم جامعه فينشر يونيفرسيتي زي فيزيتنج 9 6 شهور، مش 6 شهور اقصد شهر بتكون كل علينا. فحقيقه مشيت التعليم العالي ما قصروا معي، دفعت تذاكر ومشيت. في المرحله دي حقيقه اول ما جيت استقبلوني، طبعا بلد يعني من السودان لدوله اوروبيه من ارقى الدول الاوروبيه من ناحيه الادب، من ناحيه السلوك، من ناحيه التكنولوجي، من ناحيه حاجات كثيره جدا جدا. السويدين ده الناس فاجرين جدا جدا. فجيت السويد فعلا المشرف بتاعي استقبلني في المطار، ومباشره فبعد ذاك اللي هي جاء الامر لعمليه ال ما اعرف اللي حصل شنو هنا. ايه يا بروف، هاي بس الشير. اوكي طب تمام. طوالي قام بعد ذاك جات بانه المشرف بتاعي اول حاجه اول يوم طوالي دخلوني، كان عندنا سيستم عجيب جدا بيدوك كل انستراكشر لللاب، لاب ادفانس يعني حاجات اول مره تشوفها في حياتك. السيستم عنده ريجولري كل ميتنج كل جمعه للمنحه للسويد. فسجلت اضطريت مع بروف اسعد في اكاديميه السودان للعلوم للدكتوراه على اساس يكون هو سوبرفايزر لي، والكو سوبرفايزر المشرف بتاعتي ماريا ليم. ماريا ليم قالت لي يا اخي الفكره بتاعتهم انه كان انه الجهاز يجي السودان ونعمل استابلش للسيل كلتشر في السودان، ودي كان من الحياه النادره عندنا في السودان، وادرب بعد ذاك الناس والوفود على التكنيك الجديد ولا سي اللي هو ابتدته هي، على اساس انه داير من خلال الدرك الموجوده في السودان والمشتقات الموجوده عندنا في السودان اذا بقت في تريتمنتس ليها. بعد ذاك انا قدمت سكولر شيب، قلت لي قدم سكولر شيب عبر السويدش انستيتيوت على اساس انك تقدر تامن نفسك لموضوع الدكتوراه تقدر تكملها. بعد ذاك اذا ربنا يعني وفق انه الجهاز يجي، وكان طبعا في السانكشن انا مستعد اسمح لك بانه الجهاز يجي. طبعا في الفتره دي في اثناء اللي هي مرحله قبل الدكتوراه انا كان يعني تزوجت، وانا في فتره الماجستير في جامعه الخرطوم، وعندي ما شاء الله تزوجت من سامي عبد الحميد الهواري. سامي عبد الحميد الهواري هم جيران هنا في مدينه الرياض، اصوله يعني اتراك خلطه سودانيه، وام زوجتي مصريه ابوها مهندس زراعي تبع الري المصري مهندس تحت مساحه. فعندي اللي هي 3 بنات و3 اولاد. عندي على اليمين دي اصغر واحده لوجين، وعندي لودن، وعندي لينا دي الان في مرحله الاساس اللي هنا في زياره كان في الحدائق بتاعت الجنينه، وعندي عمرو، وعندي شهاب، وعندي همام. همام الان ممتحن للشهاده الثانويه في الدقير، وعندي شهاب الدين ده في السنه الثانيه ثانوي، وعمره امتحن السنه دي كان قبل فتره علمته في الفيس ليو ما شاء الله. عندي عجله فونكس زي ما شايف بفسح الشباب دي المرات اتريض لان مرات العربي زي ما عارف تعمل الكريشه والحاجز دي في ممارسه الرياضه مهمه جدا. فكان في قرار يعني صعب علي في حياتي اللي هو لما جيت انه امشي للمنحه، جاء في واحد في التعليم العالي
بجامعة تنشبين يونيفرسيتي، يعني صورة أولية لها في جامعة السويد. فلما جيت أمشي للمنحة للسويد جيت قدمتها وشالوني، والجست سكولرشيب بحمد الله، طبعا واحد خاتم يعمل واحد في اليمين ما يشال. فقدمت تبع السويدش انستيتيوت، كانت الشروط كلها موجوده الحمد لله، دارين كذا ودارين كذا. الشرط بتاع الايلتس والطفل بحمد الله الحال ما عندي كان مشكله في اللغه الانجليزيه. فقالوا في حاله طالما هو عباره عن ساندويتش بروجرام مستمر من سنه، من 6 شهور لسنه، لو في اي بروفين عمل لك ريكومنديشن ما بتحتاج للايلتس. الحمد لله يعني مدير المركز القومي للبحوث وثاني واحد من البروفات اللي درسونا عمل لي ريكومنديشن انه دكتور نادر ده في السبيكينج في اللانجوج في الرايتنج ما عنده اي بروبلم. فبحمد لله لما جيت قدمتها خلاص مشرف بيراسلني هناك من السويد، انا طبعا مشيت معه شهر واخذت زي ما بيقولوا التايم لاين بتاعي، وكانت النتائج الاوليه مضبوطه وقدمت البرزنتيشن كويس واللانجوج اخذ الامبريشن والضبط والتايم، لانه اي شيء هناك يعني عارف البنكشواليتي وانت عايش في لندن وادرى بالكلام ده. اخذ انطباع امبريشن كويس جدا، فقال لي انا هيلب يو اي دو ماي بيست فور يو. وفتره الشهر دي كانت تحت ضيافته وكانت النتائج جميله جدا وكان بيستعرضها لي. بعد سبحان الله شالوني ناس المنحه السويديه اسمي ظهر في الموقع او الويب سايت بعد التقديم وريكومنديشن انه تايم معين ليك فيه، وحتى الموتيفيشن ليتر عنده عدد معين بالنمبر، كل الاشياء اللي انت قبل كده. بس معلش اقاطعك يا يعني يعني والله يعني السرد جميل جدا ومستمتعين جدا جدا، لكن بس مرات كده بنقاطعك عشان ناخذ معلومات اكثر. الحته بتاعت المنحه يعني ناس، احنا شفنا الشباب ومبارح كان عندنا ويبينار في مبادره الباحثين عن المنحه، نصيحتك شنو يا بروف للناس اللي بتقدم للمنح يعني؟ والله اول حاجه انا دائما بنصح الناس يا 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 دكتور ياسين بانه الشغل بتاع معظم السوبرفايزر، لان كنت برضو ساكيدات كم مره انا واحدين اعتذروا لك واحدين كذا، دائما السوبرفايزر دائما في السويد او في غير من الدول عمليه مشتركه بينك وبينه، يعني هو لما يجيبك هو حيستنفع منك بيبر وببليكيشن وبروجكت زي ما صح. انا حاسه حاطرح انه انا البروجكت بتاعي جاب له كميه كبيره جدا من اللي هو من الاورجنايزيشن بتاعت خيغا، جاب له قروش لدرجه انه مرات كان بيدفع لي السالري للسكن. يعني انا لما 6 شهور مددوا لي لسنه كامله، انا قعدت في السويد سنه كامله، وزي ما بيقولوا حتى انا طبعا عاصرت الفتره بتاعت اللي هي الكارد، يعني الفيزا بقت في شكل كارد في اوروبا، انا معاصر الفتره دي. يعني لما جيت اسافر بيقول لك تعمل طمبه وتوثق الكترونيا على سنك انت السيستم، كان في اوبشن للحاجه زي دي. فانا كانت الفيزا بتاعتي كارد بتجدد. بعدين انا بقول المنحه السويديه منحه مركزه، بمعنى شنو؟ يعني تخيل انه انا اول ما اصل بيدوك 10,000 كورونا، يعني 10 كورونا دي كفرج للتيكتس بس ليك لما انتصل هنا. الحاجه الثانيه كل شهر بدوني 10,000 كورونا شهريا. بعدين السوبرفايزر كان حاجز لي، طبعا السكن في السويد صعب جدا، كان حاجز لي في شقق كده باجراه كل البروفات، بخط شقق للطلاب يعني اصل بوست دكتوريت لكذا، فلانه في عسر في موضوع السكن ما بالسهوله هناك في السويد. فدي كانت من الحياه المهمه، انه المنحه السويديه يعني منحه جايه كامله، لكن طبعا لنظيفه السانكشن تمنيت انها يا ريتها كانت كامله زي ما بقولوا، لانه كان في سانكشن السودانيين بعض اليمنيين كذا كان بيدوك بس سندويتش بروجرام ما في منحه كامله. نعم. فميزاته بيدوك 10,000 كورونا اول الوصول للتيكتس، بيدوك 10,000 شهريا. بعد ذاك السويدش انستيتيوت بمنحك اللي هي شغل بتاع الميديكال انشورنس، لو في اي مرض اي علاج انت بتعمله بيغطوا لك. ده خلاف انه الحاجات اللي بتجيك من يعني من السوبرفايزر، يعني انا بقول السوبرفايزر بتاعي ده كان سوداني بمعنى السوداني، قمه الكرم قمه يعني انا لما ارجع يديني شهر اجازه لاولادي
وليش شقه ما تشيلها، ما انا بدفع لك من الخقه فاونديشن ده بدفع لك. المؤتمر ودي نجاح هسه بعد شيء من الميزه في انه موضوع الكولابريشن في الريسيرش والتعاون معه. فدائما انت في بدايه لابد يكون في كونفيدنس بينك وبين السوبرفايزر. السوبرفايزر اكتشف لها شيء جديد كان داير يطبق، بيقول انه هو اكتشف شيء حقيقي مماثل للسل الرئوي داخل خلايا الرئه. فكان كل الجهاز بتاعه، هشوفه الصوره الخلفيه اللي انا مصور معه، ده جهاز اسمه بروميجا، جهاز امريكي. كان مفترض انا اجيب الجهاز الامريكي ده واعمل استابليش في السودان، لكن قدر الله زي ما قلت لك الحظر بتاع السودان مع الحكومه الامريكيه منع من ان اجيب الجهاز، فكان واحد يديني له جيفت عشان ادرب الناس والستودنت ويبقى اللاين بتاعه. فكان احنا ثورتنا الغالي انه انا شلت معاي ديريفيتيفز بتاعت مركبات او كومباوندز من مجموعه من النباتات المختلفه للسودانيين التي تستخدم. وكان الديسكفري بتاعي في انه لقينا انه الخيغا فاونديشن اللي يقصد اسمه الخيلا انيليجنسيس، هو نبات المهوغني القشره بتاعته تتخيل عملت افكت رهيب جدا على القضاء على السود. هل تصدق يا دكتور ياسين؟ سبحان دي الله. من الاشياء الشجعت المشرف وشجعته على انه شنو يدفع الموضوع لقدام، لانه دائما بيركزوا على الفكره بتاعت الانوفيتيف ايديا او الفكره اللي بتكون جيده على اساس انه الناس تطور روحها يعني وزي هيلب يو. فدي انا اللي بنصح بها الناس انه المراسله المشرف يقدم بروبوزل في اللاين. لدي دائما بنصح طلابي زي افاق دي يعني جات قدمت في الببليك هيلث تبع شينجينج ما شاء الله، عملت لها ريكومنديشن ان شاء الله بفضل الله عز وجل. فكان من الاشياء المهمه اللي انا بنصحها انه المشرف لابد يلقى يقول عندك انت حاجه يستفيد منها، لابد توري انك انت ما ظلم مساكن، انك زول عندك شيء، عندك قدرات وابيليتي انك تو هيلب هيم. دي الحاجه اللي بتخليه يكون موتيفيشن له انه يشجعك يساعدك تو هيلب يو اند سو اون. طب ده التيم بتاعنا هنا في دوله السويد. طبعا دانيال ده الان هو اسوشيتد بروفيس في جامعه بروبرتي. عندنا دي تخيل يا دكتور ياسين إلشي دي هي دكتورة بتاعت ماسماتيك من جنوب أفريقيا، وده ده وريك إنه الترابط بتاع العلم. يعني هسه ياسين يقول والله أنا بتاع إدارة أو بيزنس، ده بتقول بتاع حاسوب، هي بتاعت ماسماتيك كانت جاية تعمل علاقة بين دخول السل الرئوي في داخل خلايا على اساس انه بياكل هذه الخلايا البلعاميه بتاكل كم من التيبي، بتعمل معادلات. فاضطرت تشتغل معانا في الشغل بتاعنا شغل مباشر وتتعلم شغل السيل كلشر، وبعدها توفرت لها ريكومنديشن من السويد مشت الى زوجه واحد امريكي ولقت في ميتشيغان في امريكا وشغاله بوست دكتوريت هناك. يوهانا دي من النمسا طالبه برضه بتاعت بوست دكتوريت، سوري بوست دكتوريت. رينجيت ده طالب هندي طبيب كان معي في البروجكت بتاعي، انا كان شغال تحتي في البروجكت. عندهم طلاب بتاع الماجستير احيانا احنا بنساعدهم، عندنا نظام انه بنعرض على الطلاب بتاعنا اللي هم بتاعنا الماستر لو في اي بروجكت تبع السوبرفايزر بتاعنا. دي بروفيسور ماريالين صغيره جدا كانت الوقت ذاك اسوشيت بروفيسور. اللابات طبعا انت بتسهل مش من الحياه الالكترونيه ولا من العربات اللي بتتركب بالكارد ولا بالسيستم بتاع الحياه ولا بالغسيل ولا كده، انك تستخدم ذات السيستم بتاع انه اي شيء افيلبل. يعني انا بقول هنا ايوه نعم معك ايوه، يعني اي حاجه انت متاحه لك، بس انت كيف تفكر؟ النت فري، يعني عكس المعاناه اللي احنا بنعانيها هنا. وقبل كده انا بتكلم مع ناس دكتور انور في الحلقات والتعارض بينها، ولين دائما في فرق كبير جدا بين بين الحياه برا والحياه هنا. اول حاجه انت بيكون في فند، السوبرفايزر هناك الفند كان ايزي انه يلقى اعانه، الدعم ده لما يجي ما بيبخل عليك بشيء. طب من ضمن الاشياء انه كان اول نتائج لي حقيقه احنا ما كان عندنا اي خلفيه في موضوع البوستر والكونفرنس واهميته. يعني احنا هناك احنا كنا كتيم وير، كله عندنا كافيه، كله كافيه كله زول عليه يوم،
بيكون في توزيع عندنا كل جمعه، بيكون في روبورت عليك برزنتيشن تقدمه، اي سكيلز بتاعت مهارات. انا كل الاسئله اللي كنت بقرا سيوري لقيتها قدامي طازه حيه، بقيت بدل اشتغل بشغلي شغال ريال تايم بي سي ار زي ما هشوف في الاجهزه. ده الجهاز اللي انا كنت شغال بيهم مصور عليه اللي هو ده الجهاز اسمه بروميجا. الجهاز ده بيشتغل، اكتشفوه الامريكان، بيشتغل طبعا فول اوتوميشن، بيشتغل ثلاثه اسي، بيشتغل فلوريسنس يعني ممكن اقرا لك الخلايا بالفلوريسنس، وبيشتغل لومينيسنس، ودي يعني احنا عملنا اللي هي في مجالنا حاجه اسمها الكلونينج. كنا التي في ده عشان يقرا لنا في الجهاز مضطرين نقوم نعمل تداخل جيني بين الكوليرا الفيبريو كولوري عند جين اسمه لوكس اي بي. معلش نخش في العلم بتاعنا شويه. اللوكس اي بي ده جين بيعمل لومينيسنس زي الحشرات اللي عندنا يا يا يعني شفناه احنا في سنار وعلى الجهاز دي، في حشرات بالليل بتعمل ضوء كده زي الفانوس لومينيسنس. ظاهرة اللومينيسنس دي عندنا في بعض الميكروبات موجودة عند جينات معينة بتستخدمها كطريقة بتاعت كموفليت تمويه، وفي نفس الوقت بتشتغل بها في طريقة بتاعت تزاوج أو الكونجيجيشن أو كده. فبعد ذلك عملنا الكولونايزيشن، معانا واحد متخصص أمريكي ورانا كيف المهارة بتاعت الكولونايزيشن. بعد ذاك اتدربنا على موضوع السيل كلشر، مع انه انا حاولت انه عرفت هناك في السيل كلشر، ابتديت اهل نفسي هنا افتش السيل كلشر، جمعنا الليكويد نيتروجين ده هناك في الذره والخلايا دي كان بيعملها واحد في المركز القومي للبحوث، وسافر الان في جامعه القصيم. فدربت على السيل كلشر ده بابتداء، فالحمد لله يعني ما بحاول دائما انه ما يكون في فريق، لكن من الاشياء اللي كانت بالنسبه لي ديفرنت اللي هو في جهاز. انا اول ما جيت بعد ما اخذت المنحه الكارت بتاعي كان طوال عند المشرف، الشقه نزلني فيها، الامور كانت جاهزه، بس بتمشي انت كل شهر بينزل لك المعهد السويدي عامل لك حساب، بتنزل طالب شير من الصرافه العاجز. فوق لذلك المشرف عليه، الناس الحياة اللي ما بتفهمها انه المشرف عليه البنش فيز، يعني اي ماتيريال اوكيومنت المنحه ما عندها علاقه بها، لا بس اكلك شرابك حاجتك الناحيه بتاعت الميديكال انشورنس. ده البارت بتاع الانكبيتر بتاع السيل كلشر، اتعلمت اجهزه الفلوريسن مايكروسكوب، ده الكابينيت شغل السيل كلشر والكابينيت والسيفتي والحياه زي دي في دوله جامعه تنشفين اللي هي ثالث مدينه. بعد ذاك عندهم المعهد السويدي كمان بيديك سياحه، يعني انا كل شهر بيرسلوا لي يقول لي دايرينك في ستوكهولم، دايرينك في أبسالة، دايرينك في كذا، ويدفعوا لك حق التذكرة التيكت. فدي بتخليك انت مع الجو العلمي وتكون من الصباح قاعد. اللابات هناك ما هي انت ممكن تبيت، يعني عندنا زميلنا ده كان بيشتغل في الخلايا البلعامية اسمه هنريك، انا ما رفقت صورته، لكن ده كان كل ساعة لاود على راس، كل ساعة جدد بيعمل تلج للخلايا بتاعته، فكان بيبيت في شانس انك زي المطار بتبيت في اللاب بتاعك. اللاب كان سكيور جدا لانه احنا شغالين في السله الرئوي، فكان بيكون معك الارم، ما بتشتغل براك الا معك كم شخص، بيكون عندنا ريكورد بترفع ريبورت كل اسبوع، بيكون في تقييم مستمر ليك، بتجي مع مرات مناقشات من كاليفورنيا، يكون السوبرفايزر كم اكسترنال، بيكون في ايضا من الدول الثانيه، بتحضر مناقشات علميه ولقاءات طبيه. فكل مرة بنمشي مدينة دي حاجات طبيعية بنلقاها نحن في البرك وفي الأنهر زي البجع، ده تصويري أنا الشخصي لبعض المدن. ديل زملاتي الآن ده شمير هندي كان شغال بوست دكتوريه في جروب تاني خلاف، أنا تابع كنت لسوبرفايزر كبير اسمه أولي ستاندهال، معروف هو أبو السل الرئوي في المنطقة ديك، وكان بيعمل محاضرات في كل الأطباء وبيستضيف ناس. رينجيت ده الآن طالب جانا زي شهر هناك بيشتغل معانا شغل بتاع نورسلم بلوتين للمولوكيولر، وبعد ذلك سبحان الله جاء بعدها لقى له فرصة بتاعت دكتوراه في مالمو، وبعد ذلك لقى له فرصة الآن هو متواصل معاي في نيويورك، هادي جدا وكان بيعزني بيحبني شديد. بعد ذلك انطلقنا لانه بقينا اتفتحنا، بقينا لو كنا مظلمين لما نعرف مؤتمرات لما نعرف حاجه، قدمنا لاول مؤتمر انترناشونال اشتركت فيه وتبع الكي ستون سيمويزن، معروف ده مؤتمر عالمي عنده انيوالي
بينزل سنويا لكل المؤتمرات الادفانس في مجال، لانه انا الجروب بتاعي كان ميلي شغالين في الانيت اميونتي، في الخلايا المناعيه الطبيعيه ودورها في الدفاع عن او القضاء على السل الراوي، ونحن جينا بدخول الدرج في الجانب بتاع الديسكفري كفكره بتاعته نيفيتي. فكان اول مؤتمر معمول في منطقه اندميك ده كان قدمت فيه اللي هو كان في يوغندا. فجيت من السويد على اساس انه المشرف قال لي لو قلت لك المؤتمر انا مستعد ادفع لك كل القيم بتاعه التكلفه بتاعتي. كان اليوم في الفندق حاجه بتاعت اظنه $150 ولا حاجه بالشكل ده. فقال لي امشي زياره لاولادك، زور اولادك وخذ معاك اسبوعين مؤتمر هناك، الفيزا بتكون اسهل وتعال. وقال لي انا حد طيله مده المؤتمر والشهرين ديل بدفع لك. والله قلت له انت ب 100 راجل سوداني هناك للمشرف بتاعي. فدي منطقه تنزانيا، فمنطقه جميله جدا، دي محطه الهضبه تحت البحيرات. ومشينا شفنا منطقه الاستوائيه، ده كان انا اول مؤتمر في حياتي اعرف موضوع انه انا اقدم بوستر، والحاجه دي اي ليرنينج فروم ماي كوليج هناك، نحن بنعلم بعض. وكان روح التيم ويرك. بعدين لما نرجع من مؤتمر كان عندنا نظام تغليدي تراديشنال، بنولع الشموع في الحته اللي بيكون فيها كل الديبارتمنت، وبنجيب معانا تورته وكيك على اساس ان احنا شاركنا في المؤتمر المعين. بعد انا واسناء السويد برضو شاركت، عندنا من الناس الريسيرشر المعروفين، يعني انا قد تكون سمعت ببروف سامي خالد، هو زول من المؤسسين لجروب نابريكا، وعمل مؤتمر انترناشونال في الخرطوم، وكان مسؤول منه هوندا اللي هو في الصوره في النص. فكان عنده كميه، يعني سامي خالد ده كان عميد كليه الصيدله الجامعه التقانه، فكان مقدم برضه لمؤتمر انترناشونال كان في بتاع الاتصالات اللي هو في الجريف. فكان استضافه كانت عالميه فعلا بحق المستوى، وادى كتب تاريخيه عن السودان، مسك لكل البروفيسورات، وعن طريقه في ناس وجدوا فرص. يعني انا بقول انه الناس تكون عندها الويز والكولابريشن، لانه بتدخل عن طريقك انت دخلت بتدخل ده وتدخل ده. وانا حاولت برضو عن طريقي انه اجيب ناس يعني سودانيين حتى لو سندوتش بروجرام، عملت حاجه زي دي في امكاني. بعدها جيت السودان ناقشت الدكتوراه، وكان من الطرائف الحقيقه اللي ما ذكرتها انه انا لما جيت اسافر واخذت المنحه قالوا لي ناس التعليم العالي، في واحد اسمه ولا ما نذكر اسمه قال لي والله يا اخي نحن ما عندنا قروش ليك، ومنحة تقديمها جايها تعمل عليك الدايف تعمل عمله، في ناس منحهم ضعيفه انت عندك بتدوب. قلت له منحة انت ما جبتها انت، انا جبتها انا بالكاد الشخصي، تذاكر ما داري انت وفرها لي عشان امشي. قال والله ما عندنا لك اي طريقه، كل الشيء اللي نعمله ليك انك لما تمشي هناك ندي خطاب للسفير في ستوكهولم، لو قدر الله حصل امر الله نتولى امرك. تخيل الامر ده، يعني انت انسان ماشي تزيد نولج، يعني زي ما بقول انا لو ما قدر الله مرتبط بالدكتوراه كان اني مسجل هنا، لو كانت منحه كامله لما كان رجعت للسودان، وكم زول يقول لي ليه انت راجع لي. بعدها حقيقه بعد ما جيت ابتديت كل العلوم والمعرفه التي تناولتها، بقيت انه شنو يا جماعه انه اهتم بموضوع المؤتمرات وطور نفسي وابني الكاري. يعني السوبرفايزر ادانا ورقه قبل ما خلاص الفاينل بتاعنا، انه ادانا ورقه بتاع التقييم بيعملها لك في شكل ماركر، اتمنى انه النسخه ما حقيقه ما اخذتها هنا، لكن محافظ النسخه حقته في الايفالويشن. هل انت يا دكتور نادر بعد ما خدت الدكتوراه هل انت ممكن تنفع انك تكون سوبرفايزر وليدر شيب وتعمل تيم جروب وتعمل كذا ولا لا؟ بعد طوالي جيت ابتديت اهتم بانه اطور نفسي واطور زملائي المعاي في الكليه. طبعا كلها بقت الكليه كلها مختبرات، وبحمد الله بعد الدكتوراه اخذت اللي هي الاستشاري، وبعد الاستشاري بعد الاوراق العلميه وعندهم نقاط معينه زي صبر للمؤتمرات، اخذت اخر حاجه في المينا اللي هي الاستشاري اول. هنا تعرفت مع تيم جروب لكمية من المؤتمرات لدكاترة، بقيت أنطلق براينا
ناس من تركيا، ناس من روسيا، ناس من إيطاليا، ناس من الدنمارك، ناس من الجزائر، ناس من مصر. فكان من الطرائف إنه أنا مشيت الجزائر وبقينا نحن برضو نتطور في طريقة الآلية، في طريقة التوكينج والحوار. فالأيامات دي كان لو تتذكروا الكورة بتاعت الجزائر مصر، والجزائريين دقوا المصريين دقة شديدة جدا. فالسوداني كان لما أنا جاء أخش في المطار كان حصل الطيب روب، قال لك الجواز بتاعك 6 شهور وما بتسافر كده، مين سافرت؟ فأول ما مشيت الجزائر السوداني قال لي والله ما تتفتش، قال لك جزائريين في المطار. والله الذي لا، يعني هنا يشيلوك الهم وهناك آخر انبساط. طبعا دي من الطرائف، آخر البرزنتيشن بتاعي وأنا أورال سبيكر، ودي أخذت جائزة هناك عاملاه مركز بتاع بلادي بتاع ريسيرش موجود لأسرة بلادي، مركز معروف بتاع أبحاث هناك، فجاب جوائز لكل المقدمين للمؤتمر، وكانت استضافة والإقامة كلهم علينا. فكان المؤتمر صورة جماعية لهذا المؤتمر الانترناشنال، وبقت لنا فرصة بتاع التعارف ومعرفة. بعد ذاك ألفت كتاب في المجال حقي اللي هو تبع لامبرت، انترسيلر ريبورت جين اسي لسفريس فور سكرينينج انتي تي بي، استخدام اللي هي اللومينيسنس اسي او ما يسمى بالجين اكسبريشن، ممكن احنا نستخدمه لاكتشاف ادويه جديده عن طريق استخدام هذه الجينات. بعد ذاك مشيت برضه مؤتمر تركيا بمنطقه انطاليا، ايضا مشيت مؤتمر ايضا ده بروف هاطل لو لاحظت له، من الناس الاثر الساحه العلميه وعندهم دور كبير جدا في البارتي بتاع السيت، وده بروف معروف بتاع كانسر معروف في المانيا، وعن طريق بروف سامي خالد استطاع انه هندانا قاعد فوق على الشجره، وكان الجو ممتع وجميل جدا، وتيم ورك للكولابريشن، والمناخ كان كأنه مناخ أوروبي، لأن إحنا هناك في السويد طبعاً 6 شهور ما قاعدين نشوف الشمس نهائياً. الرجل ده عالم خطير جداً، وتمت استضافته عن طريق بروف الفحل، وشغال في مجال الليندوفايد، ودي الفائدة يا جماعة، أنا بشجع طلابنا والستودنت بتاعنا، عملية الكولابريشن والمؤتمرات بتديك الجديد شنو المفيد. نعم. ولو لاحظت انا دائما بشيل الشاره بتاعتي، وان كانت حركت حاليا تبعت السويدش انستيتيوت، بدوك شاره تكون ليبلينج معاك طوالي، انت بتمثلون، وما زالت السفاره السويديه بتتراسل معي حتى في السودان على اساس انه يكون في كونكشن للروابط وتهيئه البيئه للسودان. لكن مرات انا كثرت المشاغل منظم، فالرجل ده تم استضافته في السودان على انه واحده من الحاجات اللي هو الميسوتوما ده مرض بيسببه عندنا كثير طبعا يا ياسين في منطقه الجزيره والمناطق بتاعت وادي ونسة اللي هي مناطق نعم. المناجل جنوب سمنار الرعويه والزراعيه اندميك نعم. لمرض الميسوتوما اللي هو مرض النبته بصيب الرجلين ايوه او بيسموه النبته، هو من زمن عهد المهديه كان بيسموه النبته. فمعظم الناس اللي اشتغلوا جديد في العلم الجديد بتاع السيكونس لقوا انه عنده تاثير كبير جدا على انه بيلقوا لما نيجي يعمل السيكونس بيلقوا الاندفايد ده اللي هو باراسيتيك على بعض البلان، فبقى انه في هايبوثيسيس او فرضيه بحثيه بيقولوا انه كان عنده رول somehow انه ممكن يكون هو السبب منه، وهو من اشهر الناس للبارتي بتاع المؤتمر ده بتاع معهد كارونيسكا موجود في ابسالا، ده اللي هو بتاع الساينس دايركت اللي هو الرجل ده مشهور تعرفنا به هناك، وادانا كان فلاشات خاصه للينك اوبن كان لمدة المؤتمر زي أسبوعين ناس الساينس. أيضا مؤتمر برضو في أزمير. بعد ذاك جيت مؤتمر في أسيوط جامعة أسيوط مشيت مؤتمر، وبعد ذاك أدوني عضوية بتاعت المايكروبيولوجي، عملت لين أثناء الورشة بتاعتهم في المجال بتاع الميديكال حقنا، عملت ورشة تدريبية دربت كل أساتذة وطلاب أقصد دول كلهم بي اتش دي وما فوق من الجامعات المصرية المختلفة، ودي كانت أديشن يعني أنا من أكون هناك بقوم بحاول ألكم معام مصري، طبعا الحاجة دي بنعملها كده مفروض أنت تحاول تصغرها كده، وأنا هنا قريب منكم من أسيوط، أنا جد هنا من أسيوط من حتة 30 موشة وكذا، فالجماعة طبعا مبسوطين منك تلكم معام باللهجة المصرية، ودي اللحظة
الكرموني فيها جامعة بروف الاثنين ديل من المنشئين مركز كبير بتاع في الفطريات في جامعة أسيوط وجامعات حقيقة على مستوى من ناحية بتاعت الريسيرش. فاستعانوا بالحمد لله في الورشة بالخبرة بتاعتنا وأدوني عضوية لجامعة أسيوط. وهنا برضو قلت قصيدة مع البروف فاستضافني في اللحظة دي، برضو أديت كلمات شعرية في كل مناسبة. بعد ذلك أيضا مشيت هولندا، كمان بولد هولندا بلد تاريخية عجيبة، طريقة المباني. بعد ذلك أيضا مشيت اشتركت في جامعة الدول العربية، ودي كانت مشاركة للجامعات العربية بأنه تشارك. فكان في فكرة اديتها لأحد طلابي، فأحد طلابي في البداية ما كان انترستد في الموضوع، بعد ذلك جابوا انه ممكن تكون مشاركات، ودي انا بوصي انه الناس ترجع، لانه طبعا جامعه الخرطوم وقفت المشاركات بتاعت الملتقيات، انه كل طلاب الجامعات يقدموا ريسيرش وابحاث وتخش في تنافسات، والتنافس بتكون على الحكام، بيكون على الدوله المستضيفه وبيستضيفوا بها. فاستعانوا بينا، ديل كان من كليات مختلفه، ديل كلهم مرخات من كليات مختلفه، وديل الطلاب بتاع جامعه اسيوط، ديل كل الدكاترة ديفرنت ديسيبلين مختلف. فقدموا محاور، والمحاور دي شالوها، وبحمد الله عندي طالبي. دي من الأشياء قلنا اللي بتترك أثر معنوي في الطالب اللي لسه ما تخرج، بيقدم بحث ودي بتنمي فيه الروح. فكان الدو جايزة مالية $200 تقريبا، والآن طالبي ده من الناس المميزين ما شاء الله، عنده موهبة في الرسم في الخط عمار ده، وهو الوحيد اللي اصر انه يستمر. فقدمنا والحمد لله، يعني بعد مجهودات الجامعه دفعت ليه ومشى وشارك. الفكره دائما انه الانسان ما بس يطور نفسه، انه كيف تطور الاخرين اللي هم حوالينك. فديل كلهم طلبه من جامعات مختلفه، وبيجوا بريسيرش امكانيات كبيره جدا مقارنه بينهم. يعني انت عارف في واحده من الطالبات ديل قام، وعندنا ناس كانوا برضه من جامعه الخرطوم مشاركين في الكهرباء، دائما بيفوز. ممكن يكون انور بيعرفه، دار اتذكر اسمه، كان برضه فازوا هناك، انه عملوا للناس جهاز متحرك بالنسبه للمفاصل، وكان برضه فاز في مسابقه بتاعت المانيا، وبيهتموا جامعه الخرطوم الحاجه دي. فنحن كان اول اصرار في انه دكتور نادر عنده طالب ممثل لجامعه النعمان الاسلاميه يقدم بروجكت في تشخيص مرض السيلياك ديسيز عن طريق استخدام انتيجينات مختلفه. فكانت مكسب لنا وللجامعه، وكانت عايد ده هو انا الصايد ده، وكان معانا كل جامعات الدول العربيه ومؤسسه بتاع جامعه الدول العربيه، ده مدير جامعه اسيوط، ده من الاردن وغيره من الجامعات المختلفه، الفيوم، عين شمس، وكمان مسقط والاردن وفلسطين. هم كانت لامه كميه كبيره جدا، كوكب من العلماء. فده طالبي وانا ما شاء الله تبارك الله. عمار ده بعد ما خلص المختبرات الآن كمان اجتهد وقرا طب، وكانت بالنسبة له إعلاميا استضافونا السبوتيل، واستضافوا التلفزيون بتاعنا في السودان، واخذنا درع وميداليات، وكانت دي مكرمة للجامعة الإسلامية إنه تدخل كحيز التنفيذ. ده بروفيسور نوسي اللي قلت لكم بتاع المايك في الجامعة البريطانية السبت، طبعا يكون الترتيب بتاع السلايد سوري. بعد ذاك درست انا، بقيت نشاطاتي في كل الجامعات، انه عندي توثيق للطلابي انه كل طلاب دفعه يجي يتخرجوا لابد المهم في صوره تذكاريه مع بعض، من موتيفيشن، من ونحن بنهتم بيكم، من كذا، لانه ما لقيت في من الزملاء وكذا في اهتمام بالناحيه دي. فبقيت حرصت الات نفسي انه اي دفعه، ضع عمار هنا بدفعتهم دفعه 13، وبقيت انا رئيس القسم، على اساس انه انا اوثق لين كناحيه بتاعت رفع معنويات، واحثهم على الريسيرش، وادفع بين انه يسكوا المنح، لان احنا ما لقينا حاجات زي دي. ايضا درست جامعه ام درمان اللي هي كليه المختبرات دفعه 27، كم دفعه فيها جامعه الرازي فين كم دفعه، ايضا درست ماجستير جامعه النيلين كليه المختبرات، جامعه اليرموك، جامعه السودان العالميه، جامعه طلاب ماجستير نار شنان، اكاديمي جامعه مامون حميده عند الطالبه دي ما شاء الله اشتغلت في التيوبركلوزز، ونشرت ورقه علميه. ده بروف الكرسني معروف
هو طبيب ومهتم بالمجال المايكرو، وطبيب في الجيش، وشغال في كلية مختبرات جامعة كرج. ودي دكتورة ندى، ودي مها. فدي الفائدة، ده بروف مزمل، أحد البروفية تقريبا خلال الأسبوعين الفاتوا، ما حد الأمراض مستبطنة، كان اكسترنال طالب لي شغال في إحدى الأمراض. أيضا ده بروف عبد العظيم أبو زينب، طبيب. وده بروف حمودي أحمد سعيد، كان عميد الدراسات في جامعة السودان، يعني في اكسترنال اكزامنا. ده عمر انطباضي، مشهور بعمر انطباضي، المركز القومي للبحوث، يعني في طالبه شغاله معاه في المناعه، وهو دارع من التصنيع من الهايبوثيسز بتاعته، انه دارع من الكيتس والحياه اللي احنا بنشتريها بمواد مكلفه ان يتم تصنيعها في داخل السودان، ودي بتكون عايد ومنتج لينا. فده الفائده بتاعت الريسيرش. اللهم دل طلاب اجانب من تشاد ونيجيريا اشرفت عليهم، درستهم مجال المناعه ومجال علم الأحياء الدقيقة، وما زال في ناس متواصلين معاي وكرموني. أيضا كرمونا هنا في مناقشة طالب كشاد اشتغل معاي في أحدث التقنيات الحديثة في السيكونس، في والآن شغال. ده طالب أيضا من يوغندا، شرفت عليه في مارت بتاع فيروس. ده طالب اثيوبي، يعني دي طلبه اجانب كتار من الجامعات المختلفه. دي جامعه الجزيره، درست فيها كم دفعه، دفعه تقريبا الرابعه والخامسه، دول كلهم حسي واشرفت على كميه من الطلاب الماجستير، دول جامعتين مختلفتين، دول الطلاب اللي اشرفت عليهم. دي الجامعه الوطنيه، دول شغالين في اللاين الجديد. وحقيقه انا استفدت لا يفوتني ذكر دكتور، انا بعرف دكتور محمد احمد صالح من الناس، من الزملاء. محمد صالح ده مشى المانيا، وده عرفت بيه. محمد صالح ده من اوائل الناس من 2007 اتدخل فكره المجال الجديد اللي هو مربوط بالحاسوب ومربوط لمجال الباي انفورماتيك، فكان هو اضافه حقيقيه لنا في انه نطور عقليتنا في مجال الميكروبات، انه نهتم بتشخيصها جينيا ومعرفه السيكونس بتاعتها، ممكن اكتشاف اجزاء مناعه. فده الاول طلاب اشتغل معاه اللاين الجديد في الماجستير الوطنيه في مجال الاميون انفورماتيك، اللي هو ده مجال واعد جدا في التصميم زي الباكسين، زي حس مجال الكورونا فايروس، على اساس انه نكون مواجهين. ده برضه الطلاب الثانيين في مجال الوطنيه، ديل بعد ما نحن بقينا كمان، بقينا اكاديميه السودان دخلنا منها البي اتش دي، الان معتز ده طالبي، والان هو حسي وكيل، وكيل في أكاديمية السودان للعلوم، وكان شغال في معهد إستاك. وديل طلاب بتاع ماجستير جابوني كمغيم خارجي أمتحنون. ودبروف شمسون الآن عميد هنا، مدير جامعة، في مدير جامعة الدلنج، كان في الرباط والآن بقى مدير جامعة الدلنج، طبيب وفي مجال الميكروبيولوجي. وكلهم من عادل والأخ عبد الرحمن وعلي، ديل دكاترة في استاك المعمل القومي الصحي. أيضا أشرفت على كمية من طلاب الماجستير في المختبرات في جامعة الشندي، منهم يزيدي، ده من اليزيد اليمنيين، حتى قلت له يا حسين يا أخي أنت ما تكون من الحوثيين، تقوم تعمل لنا مشكلة، فبيضحك قال لنا اسمع على مسمى واسمع عمل لنا مشكلة. فرجل طيب وظريف، رسم في شندي، ديل الماجستير في شندي الأم. وفي طلبة درستهم أنا في الأندر جراديويت، ودرستهم برضو في الماجستير وأشرفت عليهم للأساتذة. أيضا امتحنت كإكسترنال طلاب، زي ما نقول طلاب في الماجستير بأولادهم، جينا امتحنا، وكان الإكسترنال أستاذ مهدي في جامعة الزعيم الأزهري. أيضا سافرت نيالا، مركز دارفور لمكافحة الأمراض الساري، درست كورس في الميكروبيال جينيتيك، وده مجال عندهم انستيتيوت انشاه الدكتور حسن حسين. وحسن حسين ده يعني عنده علاقات واسعه جدا في الصين، وكان بيسفر كل اساتذه الجامعات عن طريقه للتدريب، فرص تدريب والتبادل، والان وقفت. وهو تحول من نياله، زي ما عارف الشغل العام في السودان مرات يحصل لك حفر، مرات يحصل لك اشياء، فمين زهق من نياله وجاء جامعه الخرطوم، والان اخذ الفول بروفيسور، هو متخصص بتاع مولوكيولر. فانشد المعهد ده، معهد الانستيتيوت، وكان المعهد ده من فيه علم المناعه والمايكرو والمولوكيولر، و
واشتغلنا فيه، وايضا مشيت جامعه بحر الروضة كاستيرنال مع كميه من الاساتذه، ايضا مشيت مع بروف مجاهد طيب الله صراحه، البروف من جامعه طيبه بيعرفوا دكتور انور، ديل كل رفاق المهنه. ايضا لا يفوتني ايضا دكتور هشام جامعه السودان، استفدنا منه برضه كثير في مجال المولوكيولار، وعاملين كولابريشن مع بعض. هشام نور الدايم كان هشام يعني من الناس المميزين في البارت بتاع المولوكيولار بايولوجي وحي ابلاب في جامعه السودان، وكل مره زملائنا المميزين عندنا دي كنا نحن متحنين في تيم لجامعه شندي، كان من ضمن اللي هو بروف وليد الان بقى مدير الجامعه، وعندنا الدكتور معتز كان عميد ابراهيم كان عميد المختبرات، والان بقت عميده المختبرات في جامعه شندي دكتوره ليلى، ومعانا مريم. ايضا اشتركنا في المؤتمر بتاع الكولابريشن قبل احداث الثوره في الامريكان، لما بيعملوا تطوير على اساس انه نعرف كيف نطور وساطات، وكان برضو عندنا مساهمه كبيره جدا جامعه الاسلاميه استضافت وفد كبير جدا من الامريكان. ايضا بعد ذاك اهتميت بانه ما تعلمناه انه نحكسه في ورش، ارتبطت مع بروف امال بخيل عميده البحث العلمي في جامعه السودان، اخت دكتور بروف ميز بخيل، فابتدينا نعمل البرامج الحديثه بتاعت الانوت وبرامج التحليل الجرافات، بين البرامج الاحصائيه تعلمناها في السويد الحاجات الادفانس، بقينا نعكسها للطلاب بتاعنا الدراسات العليا والطلاب الاندرجريدات في المجالات المختلفه. دي بروف امال بخيت عميده البحث العلمي، دائما معاها ومع بروف كارولينا هي بتاعت بروفيسور بتاعت اشعه، كانت معاها والان بقت عميده البحث العلمي. دي كلها مؤتمرات، معي مصطفى ده بتاع فيزياء عمل في دكتوراه في المانيا، فكان بيشتغل معي كميه من الورش. الان ايضا عندنا ده دكتور هشام نور الدايم الطيب، وده محمد خير قبل ايام نشر في مجله نيتشر، وده مشعل علام معروف بتاع متخصص دكتوراه في جميلين، متخصص دكتوراه بتاع باي انفورماتيك واستعرف جنوب افريقيا، والان مشى الى جامعه العين، والان هو كور سوبرفايزر معي لبعض طلاب البي اتش دي ايضا بجامعه السودان، ورش مختلفه عامل. ايضا ارتبطت بالدكتور عماد كنوزي، بروف عماد كنوزي ودكتور محمد صالح، وقال لي انه الورش دي بدل تكفي نفسك على العلم توسع، دكتور في كليه الصيدله جامعه الجزيره وكميه من الدكاتره في الجامعات المختلفه، فكانت نواة لتبادل العلم. والآن برضو الأخ عمر دا رجع بخرطوم كلية العلوم، كان مشروع على بروف أسعد، والآن هو في فرنسا بيعمل بوست دكتوريت هنا. دي ورش مختلفة أكاد عملت أكثر من ديل أسمراء، ديل سمراء أو سمراء، ديل كمية بتاعت جروب أطباء بيعمل ورش بنظمه فاستضافة، يعني برضو عمل بين ورش لكل الجامعات. ده بروف جلال ده كان معتقل ديل تبع الحزب الديمقراطي السوداني اللي هو بروف سيد بيجير، وهو درسنا أول ما نحن كنا طلاب درسنا، كان جاي من أمريكا، درسنا علم المولوكيولار بيولوجي، عنده مركز اسمه مايا مرج، يعني هو أستاذنا معلمنا، ففتح مركز بتاع التدريب بتاع ورش في مشترف شارع الحوادث، فكل مره بعمل معاه وبنظم معاه ورش، ورجل بيحب السودان وغير عليه. وايضا المركز القومي للبحوث عملت فيه ورش ابناء القطرات المؤسسيه مع بروف اسمه بهاء في شارع 61 متخصص في مجال الميكلوب بيولوجي، بكل عباره عن اختلاف. ايضا مشيت لجامعه بخت الرضا احيت لهم مؤتمر، كنت البينيري سيشن لخطورة الأنتيبيوتيك، وكانت سارة لافينا واحدة من كانت هي عميدة عمادة البحث العلمي جامعة الميلين، وابتعثت سارة لافينيا من أسرة البرير إلى وزير الصحة اللي هي ضغط الرضا، يعني ضغط الرضا، فكان ده أول مؤتمر لين، فاستعانت بآلاء اللي هي المنسقة للبروجرام، صممنا لين كيف يعملوا المؤتمر ويسووه، وحيينا لين
وكنا ماسكين لنا البارت بتاع الدسكشن والكذا. فالحمد لله الخبرات اللي اكتسبناها من برا دوما نشيطين وللعمل الطوعي انه نحيي بما نستطيع من. ودي صوره ختاميه انا قعدتهم كلهم القعده دي قلت لهم دي الصوره الختاميه المفترض وده انا التشير بيرسون بتاع المؤتمر وده انه احد منسقي الاقسام. كان مؤتمر لامي وزرنا زياره المركز القومي للمناهج للبحوث ايضا ده مؤتمر زرنا فيه سياحه للمناطق السياحيه في مصدر مرتبط من 10 دول عربيه. من هنا حي بروف النعوف ده مدير مجلس امناء الجامعه ودي كانت اول لحظه بتاع التغيير للجامعه الاسلاميه تتغير مع التغير الجديد. بروف النعوف رجل محب المعرفه والاطلاع والاكنولجمنت وزياده العلم وهو جراح والان هو ماسك مجلس ويعمل على استراتيجية كبيرة جدا في تطوير الجامعة وحريص على إنه الجامعة لابد تتغير فيها المفاهيم كليا وتطوير. كذلك بروف الكنزي المدير الجامعة على توافق وجد في مؤسسية عالية جدا في تطوير الجامعة في اتفاقيات في تزامن في تطوير الآلية في إدخال التحول الإلكتروني للجامعة ونحن بصدد اللي هي من ضمن بروف حي من هنا بروف أحمد رقيم عميد عمالة البحث اختارت الإدارات دي بانتخاب حر وبتجرد وبلجان وأتوا الناس والآن نحن دايرين نعمل على عجلة التغيير والتطوير البحث والانفتاح على الآخرين وتغير أيضا لا يفوتني ياسر المفتي واحد من الناس اللي عملوا دكتوراه في الصين دي كلهم كنا ممتحنين عبر أونلاين لطالب لي هو كان إكسترنال إكزامينر وأسس وحدة وتقريبا العميد في جامعة بحري للمولوكيولر وحدة الباي إنفورماتيك أيضا دي مشاركات لمؤتمر مع دكتور فتحية في وزارة الصحة والتطوير كل ما يتعلق أيضا دي جامعة الإمام المهدي كنا كسيتنا الزملاء لكل الزملاء بروف علي وأحمد وعلي وأيضا ناس الهيماتولوجي كنا في زيارات مختلفة كسيتنا الزملاء أيضا مشينا ولاية كسلة ده حسي إبراهيم الخير ده عميد جامعة النيلين كلية المختبرات أين دمسك الدراسات اللي كلية المختبرات ده في الأحفاد ده في جامعة شندي وده كان وكيل السابق لجامعة السودان والآن حاليا عميد جامعة كلية النهضة. فالزيارة دي كان إحنا وفد إيطالي والإيطاليين كانوا دايرين في أثناء امتحان للطلاب الطب والمختبرات فجوا عملوا كولابريشن كويس جدا جامعة كسلة دي كجامعة نائية الإيطاليين بحبها شديد عملوا استابليش لكولابريشن ونحن كنا الوسطاء في النقاش معان من ديل الإيطاليين فطوروا لاباتها وأهلوها تبقى لابات تاعت ريسيرش واستعانوا بينا من ناحية كان احنا بي اتش دي هولدر ودمن وجدانا للدفع من دفع ال 14 ده تكريم من جامعه شندي اخذنا دكتوره هاديه نقول على الجعليه جامعه شندي وهي من الناس الان ماسكه تقريبا امينه الشؤون العلميه بعد التغيير وزرنا مدينه الملكيه في عهد العميد ابراهيم ما خلينا عدت السودان شرقا وغربا دي كسلة كان تكريم لي للدفعة درست في جامعة كسلة وما زلت مواصل معان بكم دفعة الدفعة الثانية والثالثة دي الطلاب الإسلامية دي أخلاق المهنة كان عاملا منظمة دكتور طارق دي زميلنا من الناس الفسيولوجي وكذلك بروف المعوف وكذلك نائب العميد دكتور عبد السلام وغيرهم من الناس مجال الببليك هل دول طلابنا حسيتهم عن نحضروا الأشياء زي دي عشان يطوروا روحهم ايضا ده اول مؤتمر عملته انا في الاسلاميه وادخل خبرات وكادر علمي وكان انجاز على مستوى الكليه والكليه تطورت الى ابعد ما يكون وبقى في تبادل افاق ونشر علمي وانه اجبرنا الناس يقول فتحات بعيده انه احيت اليوم ده كان العدد جوه في القاعه 600 نفر وكان الأمر ده فيه شراكة لكل الزملاء اللي هو زملائي الثاني المهنة محمد الفاتح والناصر دكتور الدكاترة في الإصطاف
وأبناء الزملاء اللي تخرجوا هم كانوا نواة، يعني دكتور صلاح، يعني أبنائنا اللي تخرجنا هم ذاته ساعدونا في إحياء هذا المؤتمر. ولا يفوتني إن دكتور عبد الله عثمان جاب تذكرة خاصة عشان يكون بنفس الشيء، دكتور محمد صالح دبره في عبد الله عثمان كان جانا بطيارة خاصة عشان نحلينا البارتي بتاع المؤتمر. أيضا نحن النواة من أعضاء في الجمعية الأمريكية للمايكروبيولوجي، كان الوقت ذاك البريسنتر بتاع بروف نصر الدين، بروف نصر الدين بلال إحدى الأعلام بتاع عندنا في جامعة الخرطوم كلية المخدرات، ابتدى يعمل برزنتيشن فيجوال، ناس بيحصل لها ميتينج بتنظم بواسطة ناس من كلية المخدرات وياخذوا شهادات تبع الأمريكان سوسايتي مايكروبيولوجي، فابتداها بجامعة التقانة ثم أجر الغيرة وعرضنا عليه دي كمية من الزيارات في مصر للأبراج، يعني علم وسياحة. تاني بعد ذلك أنشأت مؤتمر في المركز الثقافي التركي لإشادة هذا المؤتمر المختلف، دي بروف سعاد معروفة، بروف سعاد بعض الطفيليات، وده البروف غنيون عن التعريف معروف لنا كلنا في مجال المايكروبيولوجي ومتخصص في مجال الكواليتي كنترول في مجال المايكروبيولوجي، فما كان يحيى وديل بعض الزملاء من زملاتنا في الكليات المختلفة والجامعات المختلفة. فكنا أي عمل ينصب لهذه الرحلة الختامية، وما زلنا ارتبطنا بعد ذلك بكم بالباحثين السودانيين وحاولنا نصرف كوادرنا في المجالات المختلفة، وعملنا ما يقارب 30 حلقة في الآونة الأخيرة. طبعا مشاكل الكهرباء والنت وكذا هي شوية وقفتنا، لكن إن شاء الله موعودين بأن نحيي الحاجة دي، وما زلنا ما شاء الله من الببليكيشن، يعني أنا حسي أسوشيتد بروفيسر، يعني فضل لي ما يقارب السنة أو أتم القيد الزمني وأقدم للفول بروفيسر، فما زالنا بوضعنا ده يعني متبادلين الخبرات مع تيم دروب مختلف، بنقدم بروجكت في الكورونا فيروس، في المسكريج ابورشن، في المواضيع المختلفة المتعلقة، يعني مجالنا ده في اختلاف الناحية المناعية، نحن بنشتغلنا فيه ونشرنا في مجالات، والحمد لله نشرنا مجلات كبيرة جدا في اسكوباس اس اي اس اي ومجلات في البميت، بأوضاعنا الموجودة في السودانيين إنه قدرنا نخلق فيها نشر على طلاب ماجستير من الجامعات المختلفة، ما في جامعة إلا أشرف على 15 أو 10 من طلابها، كذلك أشرف على طلاب دكتوراه في المجالات المختلفة. فبحمد الله آخر طبق كان ضجة اللي هي فرضية الملاريا، كان اشتغلنا مع بروف في أريزونا، كان معنا بروف عماد كنوزي وعبد الرحمن ودكتور محمد أحمد صالح، وعملنا كولابريشن كل زول حسب مجاله والفيل عملنا هايبوثيسس، وطلعنا ورقة سمحة جدا وأخذنا جائزة من جامعة الدول العربية كانت تكون حوالي $5,000، والحمد لله الواحد ناشر ما يرضى على 4 أوراق في الكورونا، وإن شاء الله أتوقع المزيد من الإنتاج في الفترة القادمة عندما الطلاب شغالين في اللاين ده، وبنسعى بكل حسيس انه ما نقف مع الاوضاع، انه نتمنى من الله عز وجل انه يعيننا ويثبتنا، لانه يعني معظم زملائنا معي انا يكاد كلهم سافروا، يعني انا ما زلت الوحيد الباقي في السودان، فقلنا خير نكمله كمل الدجري ده اذا وفقنا الى فول بروفيسور، انه عسى ولعل السودان يرجع يعني بصوره احسن وافضل، وزي ما قال الشاعر لولا أماني النفس وهي حياتها لما طار لي فوق البسيطة طائر. فدي رحلة مبسطة عن كل الأطراحة وأفراحة وحلاوتها ومزجة، لغاية ما أتينا بالختام في أشياء قد تكون قابد عن إنسان ما دارين نساهر بي وكون أطيل عليكم يا دكتور ياسين، لكن ده يعني غيض من فيض من الأشياء الرسائل بوجهها، إنه عملية الأستاذ الجامعي من ناحية التقييم له، من ناحية توفير البيئة له، وأنا بقول إنه في البداية إنه أي أستاذ جامعي لابد يعمل to help himself، وإنه يكون يحب الكولابريشن، لأنه زاوية الكولابريشن، لأن إحنا هسه معظم طلاب نخدمهم بالعلاقات، ودي الأشياء الحقيقة اللي استفدناها من الناس في أوروبا، واستفدناها أيضا من مشرفنا بروف أسعد خالد في عملية الكولابريشن والتعاون.
التعاون، إنك اليد الواحدة في صفك، وإن كل إنسان عنده بما فيه إنه يدي لغيره، وكذا الحياة تمشي والريسيرش يمشي. لكن لو قال كل زول إنه اللي يبدو كذا واللي يبدو كذا، الأمور ما بتمشي لقدام. وهو نحن الحمد لله قاعدين في السودان بفضل الله عز وجل، مشرفين على الطلاب في أوراق حلم. وجزاه الله خير من هنا، حي دكتور محمد حسن الزبير من كي نوتس كلينيكال جامعة اليونيفرسيتي، كانوا دائما معانا وبعيننا والله، يعني ما بقصر معانا، سواء كان بانتربريشن بتاع الورقة، سواء كان مراجعات، سواء كان يدخلني في تيم جروب ويرك مع الناس في مختلف الفيد من حتات مختلفة، ومرات يساعدون حتى في الدفع بتاع الجزكاة. فمن هنا احنا دايرين ننشد كل السودانيين والباحثين في مختلف المجالين انه يحبوا مجالهم ويدفعوا به للامام، وانه يطوروا ذاتيتهم. ونحن الحمد لله حسب مجالنا بتاع المختبرات مشينا الى لاين جميل جدا، واللي هو انه دايرين نعمل على اصلاح المناهج توحيده، ونحدد حتى التدريب بالنسبه للطلاب في المستشفيات. والآن يعني شغالين في أوراق علمية برضو في مجال الميديكال إديوكيشن، على أساس أنه برضو ضبط المناهج وتقييمها بصورة مستمرة، على أساس أنه تكون الحاجة واضحة. وشكرا لكم وجزاكم الله خير لإتاحة الفرصة ويعني ولاختياركم لنا، وإن شاء الله يعني نكون عند حسن الظن يعني. الله يديك العافية بروف نادر، يعني بجد يعني حلقة جميلة، ويعني انت ما شاء الله يعني سردت لنا سرد بنفس جميل، وسقتنا من ام درمان، وديتنا يعني جامعة ام درمان الإسلامية، وبعدك مشينا معاك لمكان الاتصالات، وكيف انه الزيارة بتاعت الطلاب ديك يعني عملت لك حافز ورجعتك تاني، يعني قصة صراحة قصة جميلة جدا. وأنا يعني بتمنى إنه القصة بتاعتك دائما تسرد للطلاب بتاعينك عشان يستفيدوا منها. فاستمتعنا جدا يعني، والله كانت يعني حلقة جميلة جدا، كتر خير كتير يا بروف، ويديك العافية. أي مداخلات يا جماعة عشان الوقت، الدكتور ده شكله إزازة تعب، فلو في أي مداخلات ممكن بس 10 دقائق ونختم يعني. دكتور أنور، السلام عليكم ورحمة الله. أنتوا يعني اختيار أقول لك مش رائع وموفق، يعني حبيبنا ياسين لحبيبنا نادر صراحة كانت رحلة يعني مفعمة بالجمال وبالعطاء يا بروف نادر. يعني أول زي أقولوا تعامل بيننا كان لما جاء قال يا أخواننا أنا داير أقدم لكم ورشة مجانا عشان ألحق الأجر بتاعكم بتاع ورش فن إعداد البحوث العلمية. يعني ده أول مرة نتعامل كده تعامل شنو فيه شغل مع بعض في الباحثين السودانيين. وبعدها جاء قال يا أخي دارين نعمل مجموعة للمختبرات الطبية، نعمل فيها محاضرات وبتاعه زي ما تفضل بروف نادر، في مجموعة خاصة هو بيديرها بنفسه، وهو اللي بيشرف على السمنارات بتاعتها، فيها زي 30 سمنار مختلف. يعني دي كلها بتوري إنه في عطاء. يعني ربنا يرحم والدك ويجعل من أصحاب اليمين، صراحة يعني زرع فيكم وغرس فيكم يعني حب العلم والتعليم والعطاء. الرحلة بتاعتك يا بروف نادر يعني فيها تنوع كبير جدا جدا، أنا بصراحة ما شاء الله مستغرب في أسامي الناس والبوزيشنز بتاعتهم في جامعات وفي حتات مختلفة. دي مقدرة بتاعت زي يقولوا social intelligence، عندك ذكاء عاطفي واجتماعي كبير جدا جدا، ودي موهبة يعني نحمد الله عليها. فالله يجزيك خير وربنا يعني يكملك بفهمك وعلمك ويزيدك لقدام. يعني احنا والله سعيدين جدا وفخورين بك، يعني كل المحبة والتقدير. شكرا. الله يكرمكم. شكرا لك يا دكتور أنور، يعني من الطرائف أخو دكتور ياسين اللي كان بيقدم معانا يعني من العوائد الفوائد تحت ورشة دكتور ياسين اللي بتذكره بتاع اللي حصل حيوي، عنده أخوه دكتور الياس. نعم دكتور ما الياس، ياسين مش كده، ياسين بتاع الإحصاء الطبي. أوكي نعم. بتاع الإحصاء الطبي. نعم. اسمه ياسين.
ايوه فياسين ده عنده اخوه في ماليزيا وحضر البرنامج بتاع الجراب باد واظنه مشى نزله وقام عرضه على يعني دي من الفوائد يعني الله يعظم اجركم وفوائد نشر العلم عبر المنصات المختلفه عبر الباحثين السودانيين فزي ما بيقولوا دي صدقه جاريه يعني ضرخ الشريف الخاص قال يا اخي انا بدي اخو دكتور ياسين وانا استفدت من برنامجك ده والبرنامج ده اجازه في القسم هناك في جامعه من الجامعات الماليزيه وانا داير اكون على تواصل معك وما قادر اشكرك كيف واستفدت من البرنامج ده خير استفاده والناس عجبوا به من ناحيه سهولته طريقته تيسيره وسهولته في عمليه التحليل الاحصائي لانه هو اساسا باكج خاصه بالنسبه للميديكال وايزي في التعامل بفرضيه انه الاستاتستيكال بتعتمد على الجرافات اي نوع من التحليل الجراف هو اللي بيديك انطباع التستات اللي ممكن تختارها وتواصل معي حتى قبل ايام كده قال لي انا داير لي اكزامبل كثير عشان امرن على نفسي فوريته الداتا بيس فكله ده بعد الله سبحانه وتعالى لولا تحت الفرصه لينا وبقينا السبب للتعارف بيك لما هو كان استفاد وتوج وبقى رئيس الوحده للحي زي دي فكله بعد الله سبحانه وتعالى الخير لكم يا دكتور انور اتيحتوا لنا فرصه بحسب اللي عندنا بنحاول نفيد الناس والناس تتبادل المعلومات وتعلمنا منكم اشياء كبيره جدا ايصاركم من شراكات بتاعه زوم من النت في احتسابكم لوقتكم فنسال الله يعظم اجركم كلكم يا دكتور ياسين نعم وجعلنا في سجل الاستثمار الله يديك العافيه وده الهدف بتاع مبادره الباحثين يعني الهدف بتاع مبادره الباحثين انه نحن تكون المشاركه بتاعه العلوم تكون يعني متاحه للجميع يعني انه الناس تستفيد من ناس يعني علماء مثلكم بروف نادر ومن كل الطاقات الإيجابية في البلد يعني فأشوف برغم الظروف الصعبة دي معانا دكتور رازي مساهر وانت كمان شخصك الكريم والنت والكهرباء ويعني حاجات رغم ذلك الناس برضو ماشية لقدام يعني فندي الفرصة لعبد المنعم تفضل طيب السلام عليكم ورحمة الله وأول حاجة شكرا لكم الإخوة في جروب الباحثين على المجهودات الكبيرة والله الأخ يا دكتور ياسين ودكتور أنوار وبقية العقد الفريد شكر كبير جدا للبروف والأستاذ نادر أبو زيد يعني جد سيرة ذاتية داخلة وعلم تواضع يعني نسأل الله عز وجل ربنا يوفقه ونستفيد منه كثير ونتمنى أن نقعد في السودان شوية على أساس أن البلد دي تمشي لقدام جد الناس محتاجة لك شديد يا بروف وشكرا لك كثير 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 شديد ونتمنى نشوف برضو إنتاج منكم إذا كان مثلا جورنالز وكذا بالنسبة لجامعة درمان الإسلامية أو حتى باسم جامعة تانية فنكون شاكرين شديد وشكرا لك يا بروف يعني جد وجودك في السودان بالنسبة لنا نحن يعني جد دافع كبير وسيرتك دي دافع لكل واحد في المختبرات او حتى في غيرها من الساينس يعني نعم. شكرا لكم جميعا شكرا لكم يديك العافيه عرفش في نفسك يا عبد المنعم معلش عبد المنعم محمد علي ماستر ديجري مختبرات كلينيكال كيمستري درست جامعه ام درمان البكالوريوس جامعه ام درمان الاهليه والماستر في جامعه النيلين الان مقيم في سلطنه عمان ما شاء الله تبارك الله ربنا يوفقك. عبد المنعم ده من خريجين الاوائل والدفعه الثانيه من الاهليه وعملنا له استضافه في سلطنه عمان هو الفاتح عام هناك فعاملين فيه جروب والله جزاهم الله خير يعني قدم كيف للناس تقدم برزنتيشن وحتى الليله من الطرائف يا دكتور عبد المنعم انا تذكرتك الليله كنت شغال مع ناس ماجستير الوطنيه وكان الليل الخميس بعد اونلاين طبعا زي برضه شغال مع رازي اسماعيل فكان في سيمينارات اللي هي من ضمنها جربت اقول لهم يا اخي كان تحضروا هاو تو بريزنت البرزنتيشن عن طريق الباحثين السودان المختبرات كان استضفنا فيها عبد الاخ عبد المنعم فعبد المنعم كان قدم كيف الانسان يقدم برزنتيشن جدا المشاكل الناسنا من كوادرنا بتاعنا المختبرات الطبيه الواحد لما يمشي يمتحن اللايسنس الانترفيو معين
نحن حرصنا على من خلال هو من خلال الناس البرة، عشان انه لو في انسان من طلابنا مشي قدام يكون كواليفايد انه كيف انه تو بريزنت هيم سيلف، ودي من الاشياء المهمه جدا. الواحد يكون ملم بعلمه، لكن هاو تو بريزنت هيم سيلف مشكله كبيره عندنا في السودان يعني. نعم، شكرا لك، كتر خيرك يا نعم، يديك العافية يا بروف. وقبل كلمة أخيرة قبل مشكور الختام يا يا بروف، بروف، كلمة أخيرة قبل الختام يا بروف. والله أول حاجة أشكركم يعني جزيل الشكر على يعني إتاحة الفرصة لسرد قصتنا، وإنه يعني إحنا بالرغم دائما يعني احتجنا إنه نسمع الآخرين ونسمع الأعلام اللي هم أرفع مكانا وعلما منا عشان نستفيد من خبراتهم المختلفة. وإتاحة الفرصة هي باب للتحفيز، أنا بقول لطلابنا بتاعنا المختبرات إن يبقوا على هذه المهنة وإن يحرصوا على إن يطوروا روحهم، وإنه الظروف كما أي إنسان فينا، نحن كلنا مرينا بالظروف لكن تغلبنا على الصعاب، يعني نكاد نكون عرباتنا الخاصة اللي كنا راكبينها الواحد يحتسبها عشان إنه يمشي عشان إنه كذا. لابد الإنسان زي ما قال الشاعر: لولا أماني النفس وهي حياتها لما طار لي فوق البسيط طاير. الإنسان بدون ويكون عنده هدف في الحياة لا يمكن أن يسمو إلى الأعلى، والدافع بتاع الأمل هو الإنسان اللي بيدفع الإنسان إنه يطور كل يوم نفسه وذاته ويطور غيره ويحب غيره. وأنا دوما يعني طلابي الذين تخرجوا و يعني تعلموا واجتازوا امتحانات خارجية وأخذوا بورد، استضفتهم على أساس إنه أوري إنه لابد نكون محبين للغير، ولابد نكون مطورين للغير، ولابد الإنسان يستفيد من غيره. فنحن لو تغيرنا عقليتنا كأساس جامعات كباحثين ككذا، وبقينا نفتح العمل كفريق والتيم يكون واحد، ويرفعنا السودان للأمام وإنشاد المؤسسية اللي حبك لمجالك وإخلاصك والتفاني والصدق فيه بدون لأغراض دنيوية هي التي تدفع الإنسان لعجلة التطوير والتغيير في حياتك والكارير بتاعك. كل يوم تشعر نفسك إنك في إضافة. أهم شيء الغيرة، جلس غير الإنسان يغير، إنه لابد إنه يزيد ما يتوقف، يطلع يواكب على الشيء الجديد. ليه؟ لأنه نحن كل مرة العلم ده فيه جديد، وكل مرة تيجي أشياء جديدة، فلما نمسك نحن البارت كنا خلاص مسكنا الجينات، إنه نمسك الميكروب جين جين ونعمل سيكونس خلاص كنا افتكرنا النهاية. بعد شوية اتضح في المجال بقى في هول جينوم سيكونس، الآن الجينوم سيكونس كل مرة تيجي حاجات جديدة، في برامج بتيجي حديثة، في سوفت بتيجي حديث. فتوقع الانفتاح كل الحياة دي مع الفيزا كارد الماستر كارد الغيرة الثاني، ما بيبقى عندنا عذر. زمان بيكون عندنا عذر وتعبان فيبقى الخير فينا، احنا بداية انفسنا هنصلح كل حالنا وهنشوف نعم الجديد في كل البحوث العلمية بإذن الله نعم تعالى. نعم يديك العافية يا بروف. ونيابة عن أسرة مبادرة الباحثين السودانيين وأسرة برنامج ونس على دروب النجاح، نتقدم لك بجزيل الشكر والعرفان، ويعني فخورين بك إنك أنت بتنقل المعرفة اللي مشيت اتعلمتها عبر السنين، بتجي بتنقلها لطلابك وشايفينها يعني أمام عيوننا. يديكم العافية جميعا يا جماعة، الناس اللي سهروا معانا في الزوم وسهروا معانا في الفيسبوك. وأختم بكلمة جميلة قال المرحوم الطيب صالح، قال: كنت أريد أن أدرس الزراعة لأن أهلي من بيئة زراعية، وكان صعبا بالنسبة لأهلنا، وكان أغلبنا من القرى أن نقول عندما يسألوننا ماذا تدرسون، إننا ندرس الأدب. مجتمعنا يعرف ولا شك قيمة الأدب، لكن كشيء إضافي. والآن بعد أن أصبحت كاتبا ليس عندي هذا الالتزام الكامل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى أن نلتقي الخميس القادم مع غامة جديدة من غامات السودان، وإلى اللقاء.